بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم جديد بإذن الله سواء إن شاء الرحمن يكون سعيد علينا وعليك وعلى كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، كل الجماهير اللي موجودة قدام الشاشات أو كل الجماهير اللي موجودة في استاد السلام. يا رب إن شاء الرحمن بإذن الله يكون يوم سعيد على كل الأهلوية بإذن الله. إن شاء الرحمن يوم مهم جدا 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 للكرة المصرية، مش الأهلوية بس، وليه لأ، وهو الأهلي طرف اللقاء، الفريق الوحيد اللي موجود على الساحة الإفريقية في الوقت الحالي كبطولة دوري أبطال إفريقيا، مع كل التوفيق طبعا بإذن الله كمان للفريق المصري وهو بيخوض مباراة في منتهى الأهمية بإذن الله في الجزائر. بإذن الله كل التوفيق للفريق المصري، لكن المباراة الأهم بالنسبة لنا بالتأكيد وكل الجماهير الأهلوية والإفريقية في نفس الوقت هي مباراة الأهلي مع الحرية الغيني، المباراة اللي هتقام الساعة 9 بتوقيت القاهرة إن شاء الرحمن، إياب دور الثمانية، هي المباراة الأهم لكل الأهلوية إن شاء الرحمن. نسل الأهلوية ما بيتقطعش، واللي ما يعرفناش يسأل عنا كل الدول العربية والإفريقية، اسألوا تونس واسألوا الكاميرون واسألوا جنوب أفريقيا واسألوا غانا واسألوا السودان واسألوا كل الفرق الإفريقية. نسل الأهلوية ما بيتقطعش، يعني النسل الأهلوية اللي موجودة عبر الساحة الأفريقية من 2000 من سنة 82 كانت أولى البطولات الإفريقية لما تفوق الأهلي على كوتوكو ذهابا 3-0 وتعادل 1-1 بهدف للأسطورة محمود الخطيب، ومرورا بالسودان والهلال السوداني في 87 بجون الثعلبي في نفسه وجون أيمن شوقي 2-0، و2001 وثلاثية طبعا خالد بيبو قدام سان داونز جنوب أفريقيا، وكان هدف اللقاء انتهى 1-1 بهدف كنت اتشرفت ان انا احرزته هناك في جنوب أفريقيا، الأميرة الأهلوية، ومرور كمان ب2005 والكرة التونسية، ولنا لقاء يتجدد مع النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 مع النجم الساحلي 3-0. الأهداف كانت لأبو تريكا وأسامة حسني والزئبقي محمد بركات، وبعدين 2006 والهدف الشهير لمحمد أبو تريكا في الصفاقسي التونسي، و2008 والكرة الإفريقية كمان تتجدد مع المرة دي الكاميرون والقطن الكاميروني بهدفين لأحمد حسن وشادي محمد، التعادل إيجابي 2-2، وكانت مباراة الذهاب انتهت بهدفين لفلافيو ووائل جمعة. المباراة اللي بعد كده كانت مع الكرة التونسية تتجدد من جديد، ومباراة الترجي التونسي، وأحلى في لقاء فني على المستوى الكرة كان قدام الترجي التونسي هناك في تونس 2-1، ثنائية لمحمد ناجي جده ووليد سليمان. وبعد كده كانت 2013 هي آخر البطولات اللي خاضها النادي الأهلي أو أحرزها النادي الأهلي 2013 بعد تفوق على أورلاندو لو تتذكروا بطل جنوب أفريقيا بهدفين بعد مباراة الذهاب كانت انتهت 1-1، الهدف كان لمحمد أبو تريكة، ومباراة الإياب كانت عن طريق برضو محمد أبو تريكة، النجم محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر. من محاسن الصدف أن اللي حكم اللقاء أو اللي كان إدارة تحكيمية للقاء في نهائي آخر بطولة خدها النادي الأهلي وأحرزها النادي الأهلي هو بكارة جسامي، وبكارة جسامي هو الحكم الجنبي بالتأكيد اللي ما كانش له حظ معانا واحنا ما كناش له حظ، لنا حظ معاه في اخر اللقاءات السنه اللي فاتت قدام الوداد المغربي. على الله على الله يكون الحال اتغير والدنيا اتغيرت والدنيا بقت احسن بالنسبه له، نتمنى كده. خاض لقاءين كنهائي للنادي الاهلي احرز فيهم اللقب سواء كان السوبر الافريقي قدام ليوبار لو تتذكروا في 2013 2-1، الاهداف كانت لرامي ربيعه ومحمد بركات، وبعد كده كانت مباراه اورلاندو 2-0 احمد عبد الظاهر واحمد ومحمد ابو تريكه، وكان اللقاء الثالث في النهائيات كان قدام الوداد المغربي كان غير موفق اطلاقا، هنعتبره غير موفق مش هنروح للنيات أو هنروح للأحداث، هنعتبر أن بكاري جسامة كان غير موفق. تعال نكسب أفريقيا، أفريقيا يعني البطولة المحببة لكل الجماهير الأهلوية إن شاء الرحمن أداها وقدود من استاد السلام. لو أنت موجود في استاد السلام ابعت لنا صورتك مع الأهداف مع الفرص مع تواجدك مع أسرتك، والصور اللي هنعرضها بعد شوية إن شاء الرحمن كلها بالتيشيرتات الحمراء بالقمصان الحمراء بالجواكت الحمراء زي ما انا قلت امبارح كده، تفاعلوا معانا. وانت لو موجود في البيت وانت لو موجوده في البيت ولو موجود في الشارع وانت لو موجوده في الشارع وبتتفرجوا على ماتش الاهلي في البيت او في الشارع او في اي مكان ابعتوا لي على طول صوركم هنعرضها هنا. وبرضو النهارده اهلاوي وبكره اهلاوي، خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل يعني احداث مباراه في منتهى الاهميه اللي هيكون فريق التحليل بطلها معانا كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه عربي وكابتن اسامه حسني. كلمه حب مسموعه وجيل من بعد جيل النهارده اهلاوي وبكره اهلاوي، وان شاء الرحمن على طول اهلاوي على طول باذن الله.
باذن الله ان شاء الرحمن تعالى باذن الله يكون يوم موفق جدا جدا لكل الجماهير الاهلاويه وكل اللعيبه النهارده وكل الجهاز الفني كل الناس اللي موجوده في الاستاد تروح باذن الله مبسوطه. فكره بكره اهلاوي والنهارده اهلاوي بحكم الماتش، لكن الفكره كلها جايه لمستقبل اكبر، مستقبل احسن، مستقبل باذن الله تعالى يكون مليء بالانجازات والبطولات. نسل الاهلي ما بيتقطعش، نسل الاهلي ممتد ان شاء الرحمن عبر الاجيال والاجيال والاجيال. الفكره اللي طرحناها امبارح من هاشتاج انت اهلاوي او هاشتاج اهلاوي، نزل يعني عشان ما نتعبكش، انا ماليش في السوشيال ميديا قوي عشان تبقوا عارفين، معلش اعذروني، لكن اللي انا فهمته ان انت ممكن تنزل صوره ابنك، صورتك، صورتك انت وزوجتك، صورتك انت ووالدك، انت ووالدتك على صفحتك، بس اكتب هاشتاج بكره اهلاوي وهتتجمع الصور دي كلها عندنا وهننزلها على طول. هاشتاج بكره اهلاوي، نزل الصوره بتاعتك او بتاعت حد من عيلتك من اسرتك، ابنك بنتك، نزلها على طول واحنا هناخدها، بس اكتب من على صفحتك، اكتب هاشتاج بكره اهلاوي. مهم قوي، حلو قوي الحاجات ديت. طبعا احنا جمعنا صور امبارح كلها كانت معظمها على الانترنت، لكن احنا يهمنا الحاجات اللي عندكم في البيوت، الحاجات اللي انتم محتفظين بيها، الحاجات اللي انتم يعني شايلينها. في ناس بتحب الاهلي جدا 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 بس مش عارفه توصل، مش عارفه توصل او تعبر عن حبها وانتمائها ده. فبنحاول ان احنا يبقى عندنا 10 15 20 الف صوره في الشهر، وكل يوم في ملعب الاهلي ان شاء الرحمن هنبعت او هنعرض، هيبقى لنا جزء كده مخصص من الوقت باذن الله. بص الصرخه ديت يعني ايش فاهمها دي في السن ده غير حبها اللي جواها؟ يعني ايش فاهمها هي في السن ده انها تعمل حاجه زي كده؟ يعني الحاجات الحلوه اللي هي على الفطره، على الفطره الطبيعيه والسليمه اللي هي ما فيهاش اي مشكله اطلاقا ولا فيها اي رياء، ده طفل عادي جدا بيعبر عن فرحته وسعادته وانتمائه وحبه واللي شايفه كمان. زي ما قلت وشرحت امبارح، عايزين بكره اهلاوي، بكره اهلاوي في كل الاتجاهات، صغير كبير، ست راجل، صغير في السن كبير في السن، ايا كان عمرك، ايا كان حالتك، يعني متجوز، خاطب، لسه في الجامعه، في المدرسه. اوكي، مش هننسى كمان الاجواء اللي في السلام. لو انت موجود في الاستلام في حاجات، لو انت موجود في استاد السلام صور لنا انت فين بالظبط، صور لنا اللي حواليك، عيشنا معاك واحنا كمان هنعيش هتعيشوا معانا. لو انت موجود في استاد السلام من خلال الصور ديت، صور موجوده، ده استلام صور حيه على فكره. الاستاد موجود كله بالتيشيرت الاحمر، مالين الاستاد ان شاء الرحمن باذن الله. قبل ما يجي الماتش، لسه الماتش قدامه ساعتين، هيكون الاستاد السلام فيه عدد كبير جدا جدا، المسموح 10,000 باذن الله، يكون عدد كافي جدا ان شاء الرحمن، يكون عدد كويس جدا. لكن كمان ما تنسوش واجبكم، يعني شجعوا ازروا لحد السنه، لحد الثانيه الاخيره، لحد صفاره الحكم، ايا كانت نتيجه اللقاء، احداث اللقاء، مجريات اللقاء، يعني ما تشغلش بالك انت، خلي ادي الدور اللي انت جاي عشانه، الدور اللي عليك اديه كما يجب ان يكون من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. لكن اللون حلو، التيشيرت حلو، الشكل حلو، المنظر حلو، كل حاجة حلوة في الاستاد، الشكل جميل جدا، وحشتونا بجد. يا رب إن شاء الرحمن تبقى بداية لاستمرارية في تواجدكم في الاستاد، سواء كان في استاد السلام، وإن شاء الرحمن يبقى الخطوة اللي جاية بإذن الله على استاد القاهرة إن شاء الرحمن. بصوا التيشيرتات الحمراء، بصوا اللون الأحمر عامل إزاي، بصوا الشكل حلو إزاي، جميل إزاي، رائع إزاي، حلو جدا. الحاجات دي مش قد، بصوا استاد السلام كمان، يعني أقف فين؟ أقف بس ثانية، يا سلام على الجمال. دي شاشة الاستاد على فكرة، يعني دي شاشه الاستاد، دي اللي ده اللي موجود على شاشه استاد السلام. الاجواء الحلوه ديت ملهاش طعم من غير الجماهير، كوره ملهاش طعم من غير الجماهير. يعني تخيلوا لو الجماهير دي مش موجوده خالص، مش هتحس بالمتعه، مش هتحس بالاحساس. كل حاجه في الدنيا ليها روح، حتى التاسعه موجوده في الاستاد، التاسعه موجوده في الاستاد. ومن محاسن الصدف المباراه النهارده الساعه 9، وان شاء الرحمن الاهلي في طريقه للتاسعه الاهلاويه باذن الله، ان شاء الرحمن يحققها ان شاء الله باذن الله تعالى. ماتشات امبارح دي كانت امبارح، ماليش علاقه ابدا، الوداد خرج، مازيمبي خرج، الوداد موجود، مازيمبي موجود، يعني مش ده اللي فارق عند النادي الاهلي في الوقت الحالي. انت عندك خطوه خدها بنجاح ان شاء الله، اللي هي المباراه بتاعه النهارده مع الحريه الغيني باذن الله يكون الاهلي موفق فيها، ماليش علاقه بالحسابات الثانيه. لما يجي بقى حساباتها نبقى نفكر في مجرياتها واحداثها في وقتها.
على العموم خلينا مكملين معاكم باذن الله، ويكون معانا فريق العمل هنا اللي هيكون في الجزء الثاني من التحليل لمباراه الاهلي والحريه، هيبقى موجود فريق العمل كابتن محمد حشيش، كابتن اسامه عربي، وكابتن اسامه حسني. خلينا نخش في الاجواء سريعا ومع كريم احمد مراسلنا من الملعب ويقول لنا الاخبار ايه. كريم، كل التحيه ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتننا الكبار جمهور النادي الاهلي، كابتن محمد حشيش، كابتن اسامه عرابي، كابتن اسامه حسني. ان شاء الله اليوم الاهلي على موعد مع التاهل للدور قبل النهائي البطوله الافريقيه. بنتمنى النهارده ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه، حضور الجمهور. عايز ابدا معاك في البدايه كابتن سيد، النهارده ان شاء الله يكون السند الحقيقي كعاده جمهور النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي. يمكن لعيبه النادي الاهلي بتبذل الكثير من الجهد، سواء الجهاز الفني، مجلس الاداره، لكن يبقى طبعا الدفعه المعنويه والتحفيز الكبير اللي ينقص النادي الاهلي من جمهور النادي الاهلي، اللي اكيد هيكون متواجد بكثافه النهارده في استاد السلام اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي ونادي الحريه الغيني في الساعه 9 مساء على استاد السلام. ان شاء الله تكون مباراه جيده، ان شاء الله باذن الله يتاهل النادي الاهلي هنا من القاهره ومن على ملعب السلام. اكيد كالعاده بنطمن كل جمهورنا، كل مشاهدينا ومتابعينا عن كل الاجواء الخاصه وكواليس فريق النادي الاهلي، سواء في فندق الاقامه او في اخر كمان التدريب الاخير اللي كان على ملعب السلام. لكن قبل ما نتكلم على الكواليس هنقول يمكن النادي الاهلي دخل لمعسكر طبعا بتواجد 20 لاعب في المعسكر الخاص بمباراة النادي الأهلي والحرية الغيني. أبدأ معاك كابتن سيد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، سليف كولوبالي وأيمن أشرف، علي معلول، لأحمد فتحي، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، وليد أزارو، صلاح محسن، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، محمد هاني، أكرم توفيق، وباسم علي، كريم ندفد، إسلام محارب، وأحمد حمدي. غيابات كثيرة كالعادة بتضرب فريق النادي الأهلي، وبنتمنى النهاردة ما يبقاش ليها أي تأثير. يمكن آخر الغيابات فقدنا ميدو جابر بعد إن كان دخل في أجواء التدريبات الجماعية. يمكن ميدو جابر كان عنده إصابة في العضلة الخلفية، يمكن في التدريب او في التدريب قبل الاخير كمان لفريق النادي الاهلي اشتكى من العضله الخلفيه من جديد، على اثرها طبعا كان خارج بره القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي. كان ليه دور بعد الغيابات الكثيره اللي بتضرب فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كالعاده بنقول الاهلي بمن حضر. كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون على قلب رجل واحد النهارده، وباذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. بينضم لميدو جابر في الغيابات كل من سعد سمير، عمرو السليه، مروان محسن، وناصر ماهر، وجونيور اجايي، ومحمد نجيب. اصابات كثيره زي ما بنقول، لكن يمكن في لعيبه هتعود معانا ان شاء الله لمباراه النجم اللبناني، سواء سعد سمير او مروان محسن. لكن همنا النهارده ان شاء الله كل اللعيبه تكون متواجده في القائمه، اللعيبه اللي هتكون كمان متواجده في التشكيله الاساسيه النهارده ان شاء الله يكونوا موفقين. وبنتمنى كمان التوفيق لطاقم التحكيم بقياده طبعا الحكم بكاري جسام، اللي كان متواجد على ملعب مختار التتش في احد التدريبات، بيحاول ان هو طبعا يكون متواجد كالعاده في كل الملاعب الخاصه، سواء ملعب مختار التتش او ملعب مدينه نصر. ان شاء الله باذن الله النهارده يكون موفق الطاقم التحكيمي وكل الامور ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه الفريق للنادي الاهلي. التركيز الشديد اللي اتكلمنا عليه سواء في التدريب الاخير او التدريب كمان قبل الاخير زي ما قلنا، لكن باذن الله كابتن سيد عندنا امل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله تكون مؤازره قويه جدا، وهتاف النادي الاهلي فقط من اول دقيقه لاخر دقيقه. مستمرين معاك يا كابتن سيد كل مشاهدينا ومتابعينا، ونقل خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي، وان شاء الله كمان هيكون باذن الله خلال تواجدنا في ملعب المباراه يكون معنا تشكيل فريق للنادي الاهلي، وباذن الله عقب المباراه تكون لينا فرحه كبيره مع كل جمهور النادي الاهلي ومع لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بالتأهل للدور قبل النهائي. عودة ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا كريم. إن شاء الله الرحمن النهارده يكون أهلاوي وبكره أهلاوي، ومكملين أهلاوي على طول بإذن الله. يعني زي ما قلت لحضراتكم، لو أنت موجود في الاستاد، موجود في استاد السلام، بتآزر وتشجع فرقة النادي الأهلي، طبعا أكيد مش هتبقى بتتفرج عليها في الوقت الحالي. لو عندك صاحب بقى يعني بلغك يا ريت كده، لو انت موجود في استاد السلام صور لنا نفسك في استاد السلام، صور لنا فرحتك كمان يا سلام لو ان شاء الله الرحمن ربنا يكرمنا بجون، فتصور لي الفرحه بتاعتك على طول باذن الله، يعني على طول على القهوه في البيت في اي مكان صور لي الفرحه بتاعتك. ده حقك علينا وحقنا كمان عليك ان احنا نشوف فرحتك، عشان تشوفوا قد ايه جمهور النادي الاهلي عظيم، قد ايه كمان يعني الفرحه حلوه وجميله، وتسجل الحاجات ديت، وخصوصا لما كمان تكون على شاشه قناه الاهلي. مباراة مهمة، مباراة صعبة مش سهلة، وحد يفتكرها انها سهلة ابدا، ولنا في امبارح عبرة، والمباراة الأولى خداعة نتيجتها، النتيجة مش وحشة 0-0 لكن كمان مش ممتازة، فالحال مستمر لحد الدقيقة 90، ربنا يكرمنا بجون بدري يبقى حلو جدا نحاول نعززه، يعني ربنا سبحانه وتعالى أخر الجول لحد الآخر مفيش مشكلة، المباراة ما بتنتهيش غير مع صفارة الحكم. المكسب بالنسبة لنا هو الهدف الأساسي، 1-0 2-1 3-1 2-0 أيا كانت النتيجة، المهم يطلع مكسب. عشان كده ما تستعجلش لعيبتك في الاستاد،
ما توترهمش، ما تعصبهمش، ما تبقاش ضاغط عليهم، لا شجع وآزل لحد الثانية الأخيرة. الجون ممكن يجي في اللحظات الأخيرة، بيتحسب جون على فكرة، ما بيتحسبش حاجة، يعني جون بيتحسب جون، يعني جه في الدقيقة 80، جه في الدقيقة 85، جه في الدقيقة 90، جه في الدقيقة 92، وإحنا أبطال الدقيقة أو الوقت بدل الضايع، إحنا الأبطال بتاعه، إحنا الأبطال الحاجات اللي هي في الآخر ديت يعني. ومع الأهلي اوعى تقول يعني وبقولوا لي النتيجه، انت لازم تشوف بنفسك، لازم تشوف الاحداث دي بنفسك، لازم ترصدها بنفسك، لانها لحظات حلوه ولحظات جميله. تعال نخش بقى في مجريات الحلقه واليوم سريعا كده. الاهلي بيواجه الحريه الغيني، واقول لكم اللي صعدوا لدور الاربعه، مازيمبي بيخرج في اكبر مفاجات البطوله على يد اول اغسطس 1-1 بعد التعادل السلبي في مباراه الذهاب في انجولا 0-0، وكان مازيمبي ضيع 2 بنالتي. النجم الساحلي بيخرج هو كمان من الترجي التونسي بعد خسارته في سوسه 1-0، وكانت المباراه الاولى على استاد رادس الترجي تفوق 2-1. الوداد المغربي بيخرج حامل اللقب من وفاق الصيف بعد التعادل السلبي 0-0، وكان خسر في المباراه الاولى في الجزائر 1-0. يبقى كده الترجي هيقابل اول اغسطس يوم 2/10 باذن الله، ووفاق الصيف هيستنى الكسبان من الاهلي والحريه الغيني ان شاء الرحمن، يكون الاهلي برضو يوم 2/10 ان شاء الرحمن. طيب هقول لكم موقف الفرقتين سريعا برضو اللي صعدوا ازاي. الاهلي كان لعب 6 مباريات في دوري المجموعات، فاز في 4 وتعادل في 1 وخسر في 1، ومجموع النقاط بالنسبه له كان 13. حريه الغيني كان لعب 6 مباريات، فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 1، ونقاطه 9 نقاط. هداف الفرقتين وليد ازارو ومانديلا، وليد ازارو 6 اهداف ومانديلا هداف حريه الغيني ب4 اهداف. مشوار الاهلي في الادوار التمهيديه في دوري ابطال افريقيا، كان الاهلي فاز على منانا الجابون لو تتذكروا 4-0، وفاز في الاياب 3-1، وفي دوري المجموعات تعادل مع الترجي في اول مباراه 0-0، وبعدين خسر من كمبالا سيتي 2-0، وبعدين فاز على تاونشيب 3-0، وفاز على تاونشيب عوده 1-0، وفاز على الترجي 1-0، وكان كسب كمبالا 4-3 في 4 انتصارات متتاليه، وتعادل مع حريه الغيني طبعا في اللقاء اللي اقيم يوم 28 سبتمبر في غينيا هناك 0-0. اوكي هداف البطوله يعني الامر ممهد دلوقتي قدام وليد ازارو بشكل كويس قوي. ليه؟ لان حميد احداد اللي هو لعيب النادي الزمالك في الوقت الحالي لما كان بيلعب مع الدفاع الحسني الجديدي كان عنده 7 اهداف، ومالونجو اللي هو هداف برضه مازيمبي، مالونجو ده هداف مازيمبي عنده 7 اهداف بس خرج من البطوله. يبقى يبقى كده مين؟ يبقى وليد ازارو هو المرشح الاول ليكون هداف البطوله، هو عنده 6 اهداف. ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون مكمل عنده لسه النهارده، وان شاء الله الرحمن يبقى فيه مباراتين في قبل النهائي ومباراتين في النهائي، وان شاء الله باذن الله يكون هداف دوري ابطال افريقيا. طيب اوكي اقول لكم قائمه الاهلي برضو سريعا كده تبقى عارفينها قبل ما نعرف التشكيل بعد شويه، بعد اقل من ربع ساعه ولا حاجه. القائمة ضمت شريف إكرامي، محمد الشناوي، وعلي لطفي، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، أيمن أشرف، سليف كلوبالي، وحسام عاشور، هشام محمد، أكرم توفيق، كريم ندفد، وأحمد حمدي، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وإسلام محارب، وأحمد حمدي، وليد أزارو، وصلاح محسن. خرج من القائمة عمرو السلال للإصابة، سعد سمير، ومحمد نجيب، وميدو جابر، ومروان محسن، وناصر ماهر، وأوجا ييه. طيب دي كانت القائمة، التشكيلة أكيد هيحصل فيها تغيير، أكيد الحكم بكاري جسامة زي ما ذكرت لحضراتكم وقلت لكم يعني، وبكاري جسامة خلينا نتكلم على الواقع بقى هو اللي هيحكم اللقاء النهاردة أيا كان بقى هيعمل إيه مش مشكلتي، المهم إحنا إن شاء الله الرحمن نكون موفقين بإذن الله تعالى. طيب بعض التصريحات دي طبعا الكواليس اللي مش هتشوفها غير في قناة الأهلي بس وملعب الأهلي بس. دي توجه اللعيبه للاتوبيس، خلاص انت بتتكلم في اللحظات والثواني الاخيره، كل واحد في اللحظات اللي كده اكلمكم باحساس اللعيبه بيبقى عامل ازاي، كل واحد بيبقى له طقوس معينه كده يعني في الوقت ده بيبقى بيحب يعملها، في واحد بيحب يقرا قران، في واحد
عنده أذكار بيقولها، في واحد بيحب يتكلم مع حد قبل ما يطلع الأوتوبيس على طول، والده والدته زوجته ابنه أخوه صاحبه، حد بيتفائل يعني طقوس معينة يعني. وفي واحد يحب يسمع مزيكا، يحب يهدي أعصابه يعني. على فكرة الكلام ده عادي جدا، مفيش مشكلة إطلاقا، لأن هي كلها بتبقى حاجات نفسية للعب الكورة. لكن اللحظات اللي زي كده بتبقى كلها تركيز شديد جدا 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 جدا، فاللعيب لحد ما يوصل للأوتوبيس وبعد كده يوصل للملعب بيبقى في حالة تركيز تام كامل. على العموم شهر الرحمن يعني يبقى اللقاء موفق من بدايته لحد نهايته، وزي ما أنا قلت المباريات اللي زي كده بتبقى أحداثها مهمة قوي، ربنا يوفق في البداية بجول، بتعزز الجول ده بجول تاني، الدنيا تتيسر قوي. التشكيلة بقى، كارترون هيلعب ب 4-2-3-1، هيلعب ب 4-4-2، هيلعب ب 4-3-3، أنا ما بتشغلنيش قوي يعني، يعني ما بتشغلنيش بالشكل ده، لأن هو القدرة صحيح بتبقى لها أهمية كبيرة قوي قوي قوي، لكن حالة التوفيق هي الأهم بالنسبة لي يعني. حالة التوفيق إن ربنا يكون موفق في الفرص اللي بتتيح ليك، وخصوصا في البدايات بتسهل عليك الدنيا، الدنيا كلها يعني الحاجات دي ان شاء الله الرحمن تبقى حاجه كويسه. طبعا جالنا خبر دلوقتي يعني وفاه كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عادل هيكل، وفاه كابتن عادل هيكل يعني بننعيه طبعا اسره قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي بتنعيم، بتنعي كابتن عادل هيكل رمز من رموز النادي الاهلي، واحد من اللعيبه القدامى في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واللي يعني تاثير كان كبير جدا جدا في حراسه مرمى النادي الاهلي. وفاه الكابتن عادل هيكل، البقاء لله، بتنعي قناه الاهلي وبرنامج ملعب الاهلي الكابتن اسره الكابتن عادل هيكل، البقاء لله يعني. فطبعا خبر على الهوا كده، كابتن عادل هيكل واحد من رموز النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من الناس اللي هي اثرت في اجيال كتير قوي خصوصا في حراسه المرمى، وفاه الكابتن عادل هيكل. طيب مكملين في احداث مباراه النهارده، كارترون كان له بعض التصريحات والكلمات اللي قالها من خلالنا هنا من خلال ملعب الاهلي امبارح، قال الراجل واقعي جدا ودي حاجه برضو تحسب له يعني. قال انا مش اشكو من الغيابات، والتدريبات بالنسبه لنا يعني عامل اساسي في اختيار التشكيل، واتمرنا على ضربات الجزاء بتبقى في الاعتبارات ان شاء الله الرحمن مش هنروح لها، ولا هتبقى هي الحكم النهارده في مين يصعد ان شاء الله الرحمن مش هنروح لها، لكن في النهايه انت بتشتغل مع الواقع، بتشتغل مع الاحداث، كل الظروف لازم تكون محضر لها، مهيئ نفسك ليها، لا قدر الله زي ما انا قلت بتبقى ممكن تحتاج في اي وقت ان انت تبقى محضر الناس كلها ركلات جزاء، غير مش هنحتاج لها باذن الله، بس تكون مستعد لها. ده كان كلمات الراجل، قال صعوبه المباراه صعبه مع فرقه كويسه، عندنا غيابات واصابات لكن مش هنشكو منها يعني ولا هنتكلم عليها. ايمن اشرف قال طموحاتنا كبيره جدا في البطوله وان شاء الله الرحمن قادرين على التاهل بشكل كبير للدور قبل النهائي. هشام محمد قال حضور الجماهير دافع قوي للفوز على الحريه الغيني، وقال ان رغم الغيابات المؤثره لكن كل الجميع او كل لاعبي النادي الاهلي على قدر المسؤوليه. دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان مروان وسعد سمير هيكونوا جاهزين لرحله لبنان، انتوا عارفين اياب مباراة النجم اللبناني مع الأهلي هيبقى يوم الخميس إن شاء الله الرحمن، هيبقى فيه مروان محسن وفيه سعد سمير جاهزين، يمكن تأكد غياب بس عمرو السولية هو اللي مش هيبقى موجود، ولا هو ولا ميدو جابر، لسه موقف ميدو جابر ما اتحسمش، لكن عمرو السولية مش هيبقى موجود في رحلة لبنان. ما نسبقش الأحداث، البطولة العربية لها أحداثها وظروفها وإن شاء الله الرحمن كمان استعدادها، لكن خلينا نتكلم في البطولة الإفريقية النهاردة، إياب دور الثمانية الأهلي والحرية الغيني. الأهلي نسله لا ينقطع، الأهلي نسله لا ينقطع، واللي ما يعرفناش يسأل عنا تونس، يسأل عنا الكاميرون، يسأل عنا غانا، يسأل عنا جنوب أفريقيا، يسأل عنا السودان، يسأل عنا كل الفرق الإفريقية، لنا سولات وجولات في أفريقيا، في أفريقيا نسل الأهلي لا ينقطع. مكملين معاكم بعد الفاصل اللي جاي، بعد ما نشوف يعني التقرير اللي جاي هيبقى خاص بإيه يا سمير؟ فاصل؟ طيب
هنطلع فاصل ونستقبل نجومنا فريق ملعب الاهلي النهارده في مباراه الاياب لدور الثمانيه، الاهلي والحريه الغيني، كابتن حشيش وكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه حسني. تفاصيل كتيره جدا على المباراه، على المباراه، الامور الفنيه، الاهلي هيلعب ازاي، كيفيه المواجهه، الهدف من اللقاء، كيفيه البدايه، الطريقه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي، التشكيل، التوقع مين يكون نجم اللقاء النهارده من خلال فريق الاهلي، كابتن حشيش وكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه حسني. أهلاوي إن شاء الرحمن سعيد على كل الأهلاوية، بل سعيد على كل مصر بالتأكيد. فوز الأهلي النهاردة بيعمل حالة كبيرة جدا جدا في نفسية ومعنويات الشعب المصري. أكيد وصول الأهلي للمربع الذهبي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ15 هيسعد كل المصريين مش الأهلاوية بس إن شاء الرحمن. يوم أحمر خالص بإذن الله. خلينا نرحب بضيوفنا. كابتن حشيش مساء الفل. بسيد إزيك عامل إيه؟ أخبار حضرتك إيه؟ يوم جميل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الرحمن. إن شاء الله. بإذن الله. كابتن أسامة مساء الفل. مساء الفل. إزي حضرتك؟ لا ده انا عايزك الدنيا مصحوها كده وجميله. كابتن اسامه مساء الفل. كابتن سيد انا سعيد ان انا موجود معاك والحمد لله على السلامه، ومع كابتن حشيش وكابتن اسامه عرابي، وطبعا بنعزي كل الاسره الاهلاويه النهارده واسره كابتن عادل هيكل في وفاه كابتن عادل. يعني اسم كبير ورمز كبير ومن اساطير الكوره في النادي الاهلي، ربنا يرحمه ان شاء الله ويجعل مسؤول الجنه باذن الله. اكيد طبعا هسمع كلمه للكابتن حشيش وكابتن اسامه عرابي، لكن كمان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي للنادي الاهلي وقطاعات النادي الاهلي بالكامل ينعون ببالغ الحزن والاسى نجم مصر والاهلي السابق الكابتن عادل هيكل اللي توفى من شويه. كابتن عادل هيكل واحد من رموز النادي الاهلي. كابتن حشيش طبعا اسم كبير الله يرحمه، حارس عملاق لسنين طويلة النادي الأهلي ومنتخب مصر، جيل عظيم، جيل كابتن عادل وكابتن صالح، أجيال كبيرة تعلمنا منها حاجات كتير، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة يا رب. كابتن أسامة طبعا كابتن عادل الله يرحمه نجم كبير وتاريخ وواحد من رموز النادي الأهلي الكبار، يعني ويعني اسمه عزيز على كل اهلاوي، يعني الله يرحمه ويصبر اهله ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. يا رب يا رب يجعل مثواه الجنه ان شاء الله الرحمن، ويرحمه ويغفر له ان شاء الله الرحمن. وهو طبعا رايح لدار احلى احسن كتير جدا من الدار اللي احنا فيها، وربنا يجعل مثواه الجنه ويبدله دار خير من داره واهله خير من اهله باذن الله تعالى. كابتن اسامه ببارك لك كمان على البرنامج الجديد، ربنا ان شاء الله الرحمن يكون موفق كده باذن الله معاك، وانت حاجه اضافه جميله. ربنا يخليك يا استاذ، احنا يعني طبعا بنتعلم منك طبعا. لا مش للدرجه دي، يعني بدي لك معلومات كويسه وكل حاجه، مش للدرجه دي يعني. لا الحقيقه طبعا ببارك لاسامه طبعا. وقناه الاهلي كانت فعلا محتاجه برنامج زي البرنامج ده، بيغطي طبعا قطاع كبير، قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيطمن طبعا جمهور العريض بتاع النادي الاهلي على اشبال النادي، محل اهتمام كبير جدا من جمهور الاهلي، اولياء الامور واعضاء النادي الاهلي، فاتمنى لك التوفيق وان شاء الله. كابتن حشيش طبعا هيكون موجود معانا في حلقات في برنامج الاشبال ان شاء الله، ان هو طبعا يعني ملم بالمنطقه بتاعه الناشئين والاشبال، خصوصا ان كابتن محمد مدير تنفيذي في منطقه القاهره، فهو ملم بالمسابقات والكلام ده. والحمد لله عندنا في قطاع الناشئين من النادي الاهلي برضه يعني في مواهب صاعده ان شاء الله خلال الفتره الجايه، فحبينا نسلط الاضواء عليهم، فيا رب ان شاء الله نقدم يعني نعرف جمهور النادي الاهلي بالمواهب الموجوده داخل القطاع. التوفيق اسامه، وان شاء الله يعني تبقى اضافه للقناه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لا استنى بقى حته برضه لازم اديك حقك فيها، يعني انا طبعا بشكرك جدا على حلقه امبارح، المقدمه بتاعت حلقه امبارح، انت اتكلمت بلساني وبلسان كل الأهلوية، رد مقنع ومهذب، وده أقل حاجة ممكن يترد على الكلام طبعا اللي اتقال على رمز من رموز النادي الأهلي طبعا ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. فأنا بشكرك يا سيد، أنا كنت قاعد امبارح مبسوط جدا جدا منك، من المقدمة الجميلة اللي لخصت حاجات كتيرة قوي، إن شاء الله تكون وصلت للدنيا كلها إن شاء الله.
مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره طبعا كابتن عادل هيكل يعني لوفاته النهارده يعني كل التعازي ليه ولاسرته وربنا يصبر اهله طبعا واحد من رموزنا وكباتننا وقيادتنا كابتن عادل هيكل البقاء لله تتمنى طبعا يعني اليوم يعدي من اوله لاخره بشكل كويس لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء ان شاء الله الرحمن يبقى العزاء بكره باذن الله ونشوف بس نعرف فين يا جماعه عشان الناس برضو تبقى عارفه كابتن حشيش نروح لمجريات اللقاء الناس متخيله ان حريه الغيني سهل بسيط والنتيجه 0-0 عاديه جدا لكن انا من هواه الارقام من هواه الحاجات اللي هي بيبقى ليها مدلول كده يعني حريه الغيني لعب 11 مباراه لحد دلوقتي دي المباراه ال 12 تعرف ان في فرق بتلعب قبل الاهلي وقبل الترجي مباراتين ادوار تمهيديه الاهلي تمام. بيخد مباراته اولى مباراته في دور ال 32 وفي ناس بتاخدها من دور ال 64 هو كان من الناس اللي خدتها في الدور ال 64 لعب 11 مباراه منهم خمسه خارج الارض النهارده المباراه السادسه وضع طبيعي خمسه على الارض وخمسه احرز 14 هدف لا مش كده بس ده اتغلب مباراه واحده بس بره ارضه فالمباراه نسبه اهداف طبعا المباراه مش سهله خالص بالنسبه للنادي الاهلي ولا كل المهتمين بالكوره ده اللي انا كنت عايز ابدا بيه فعلا الماتش النهارده ماتش صعب ومش سهل النتيجه 0-0 في ارض الخصم ما تعتبرش نتيجه يعني جيده نتيجه مقبوله ماتش صعب مع فرقه كمان بتلعب كوره عندها عناصر كتيره كويسين عندها خط هجوم وخط وسط الحقيقه عندهم سرعات كبيره جدا الفرقه بتلعب كره الخفش اللي من الفرق اللي طبعا بتلعب كوره هيساعدهم في كده كمان ان عندهم فرصه ان ارضيه الملعب كمان هتساعدهم ارضيه الملعب هناك طبعا ما كانتش تساعد الفرقتين على الاداء طبعا ارضيه الملعب هنا هتفرق مع الفريق بشكل كبير هو جاي بيلاعب عارف بيلاعب النادي الاهلي بيلعب بطل القارة وصل معاه ان هو يبقى 0-0 في ارضه دي حاجة كويسة بالنسبة له اعتقد ان هو فكر التفكيرات دي ان هو حاجة كويسة بالنسبة له نتعادل مع النادي الاهلي على ارضه 0-0 كان بنبدأ من جديد مباراة من البداية الفرص متساوية 50-50 بل بالعكس كمان هو عنده افضلية لان الجون اللي هيجيبه هنا باثنين فله افضلية كمان هو اكتر من النادي الاهلي النادي الاهلي في المقابل بقى لازم يعمل حساب المباراه دي كويس قوي يعمل حسابها من البدايه يقسمها لسيناريوهات انا في رايي طبعا مع مؤازره الجمهور الكبيره ان شاء الله اللي هتبقى موجوده في الاستاد اعتقد ان النادي الاهلي لازم يفاجئ الفرقه الثانيه بهدف الهدف ده ممكن يقلب حاجات كتير قوي لان انا اعتقد ان الفرقه الثانيه جايه هتامن كويس دفاعاتها هتلعب على الهجمات المرتده وعندها طبعا سرعات كبيره الوضع ده لو جه فيهم جون في البدايه الموضوع ده كله هيتغير لان مفيش حاجه يبكي عليها يضطر يهاجم المساحات هتتفتح ممكن يقدر النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انها تزود الهدف انما الفيصل كله اهم حاجه انك تجيب هدف في البدايه وفي نفس الوقت برضه لا تقبل اي اهداف في المباراه دي عشان ممكن تعمل رد فعل عكسي. طيب التشكيل جالنا كابتن اسامه عرابي، كابتن اسامه حسني، كابتن حشيش. البدايه 4-2-3-1 كالمعتاد بيخوض اللقاء كارترون النهارده بالتشكيل مكون من محمد الشناوي، احمد فتحي، وكولوبالي، وايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، واسلام محارب، واحمد حمودي، ووليد ازارو. يبقى تشكيله النهارده الاهلي في مواجهه الحريه الغيني كما قرها كارتيرون هي 4-2-3-1، محمد الشناوي، احمد فتحي، وكولوبالي، وايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور، وهشام محمد، ووليد سليمان، واحمد حمودي، واسلام محارب، ووليد ازارو. ليك تعقيب على التشكيله ده يا كابتن اسامه؟ لا مفيش تعقيب كبير، هو بس الحاجه الوحيده اللي كانت ممكن تبقى مختلفه واتكلمنا فيها جزئيه ان ممكن يبقى صلاح محسن انت قلتها امبارح واصلتها وانت كنت مع ان هو يقعد بس انا بس انا قلت لك المشكله ان مروان محسن كمان مش موجود ومفيش الاحتياطي الهجومي مش واضح في دكه بدلاء النادي الاهلي فممكن يقعد صلاح محسن ويبدا بنفس الاسلوب فهو عمل كده هو ابتدى بالثلاثه تحت ازارو وخلاص صلاح محسن اعتقد بس هي مش حاجه معينه يعني لكن شهاده حق يعني انا اشتغلت مع الراجل ده
فتره من الفترات يعني اشهد له بكل كفاءه بجد والله، يعني في كل وقت انا قضيته كنت فخور جدا ان انا شغال مع كابتن اسامه عرابي. دماغ شغال على طول، بيحسب حسابات كتيره جدا، واحد من الناس اللي هي تستاهل انها تكون في الصفوه في المدربين الموجوده في الوقت الحالي مع اي فرقه مستقره وفرقه عندها قدرات. اعتقد الامر ممكن يبقى معاك بشكل كبير جدا. انا اشتغلت مع كابتن اسامه عرابي، حتى الفكره اللي هو بيقولها امبارح بتاعه صلاح محسن منطقيه جدا، تغيب عند ناس كتير قوي، لكن المباراه مش 10 دقايق بس ولا ربع ساعه ولا نص ساعه، ولا انت بتتكلمش في وقت مثلا يعني ايه يعني شوط ثالث ورابع فتقول خلاص هو ثلث ساعه ولا نص ساعه استحملها، انت بتتكلم على 90 دقيقه بمختلف احداث. كابتن اسامه ليه ملحوظه كده في التشكيله، الثلاثه اللي تحت وليد ازارو كلهم شول، يعني اسلام محارب، وليد سليمان، احمد حمودي، عادي ولا بالنسبه لك برضو فيها حاجه في الملعب؟ لا هي بالنسبه لي عادي. هو لو احنا اتكلمنا على التشكيله ككل فيها ثبات بالنسبه للمباراه الاولى بغض النظر، بس عشان سعد سمير، اصابه سعد سمير واصابه محمد نجيب، فدي عندك اصابتين اضطريت لايمن اشرف انك تدخله في المكان ده. ايمن اشرف لعب في حمودي ما كانش بادئ الماتش الاولاني. مين؟ لا ما انا هتكلم على نقطه نقطه يا كابتن سيد. اتفضل. بالنسبه لسعد ونجيب خلاص انت مضطر النهارده دخلت ايمن اشرف. ايمن اشرف لعب في المكان ده قبل كده السنه اللي فاتت اجاد فيه، وكان برده رجليه في الملعب خلال الفتره اللي فاتت كان بيلعب باك ليفت، فايمن اشرف موجود اوريدي في التشكيله برده الاساسيه. التغييره الثانيه هي ناصر ماهر، خروج ناصر ماهر واحمد، دخول احمد حمودي. النهارده ممكن اللي يقوم بدور صانع اللعب مكان ناصر ماهر وليد سليمان، عنده من الامكانيات انه يقدر يشتغل في الحته اللي تحت وليد ازارو، يقدر يشغل وليد ازارو، يقدر يشغل اسلام محارب واحمد حمودي. ده بالنسبه للتشكيله، يعني التغييرات بالنسبه لتشكيله الاهلي. النهارده وجود احمد فتحي في الحته ناحيه اليمين ضروره ومهم جدا. احنا شفنا خطوره فرقه حريه كوناكري المباراه اللي فاتت كانت في الحته اللي ناحيه احمد فتحي عن طريق مانديلا، هي دي الخطوره كلها بتاعت حريه. هداف الفرقه كمان. هداف الفرقه. النهارده انت لو قدرت توقف الخطوره دي من عن طريق احمد فتحي يبقى انت كده قتلت حوالي 70 80% من خطوره حريه كوناكري. فهي وجود احمد فتحي في المكان ده مهم جدا. النهارده حسام عاشور وهشام محمد لهم دور مهم جدا في نص الملعب. حسام عاشور هو عليه دور التامين الدفاعي اثناء والنادي الاهلي بيهاجم، لازم مصحصح. النهارده هتلاقي فيه مساحات موجوده في خط ظهر النادي الاهلي. النهارده في عنصر مهم جدا ممكن احنا بنفتقده شويه، هو سعد سمير كان بيمتاز بالسرعه في حته الهجمات المرتده لفريق حريه دي، فكان ممكن يغطي على سليف، ان سليف بنقول بطيء بعض الشيء. النهارده لازم احمد فتحي يكون واقف الوقفه الصح، سليف كل باله واقف صح، ايمن اشرف، ان احنا عندنا اوريدي علي معلول يعني بطبيعته بيحب الناحيه الهجوميه اكثر، غالبه عليه في لعبه انه دايما بيكون طاير في الناحيه الهجوميه، فلازم حسام عاشور يكون دايما الستاره اللي قدام الاثنين مساكين ومغطي. النهارده هشام محمد في المباراه الاولى كنا قلنا لازم يبقى فيه التزام شويه مع حسام عاشور في نص الملعب قدام الديفنس، لا النهارده هشام محمد لازم يعمل بقى الواجب الهجومي المطلوب منه النهارده اللي كان بيقوم بيه السوليه، وكان بيعمل شكل كبير وهو ويعني واضافه كبيره للنادي الاهلي في النواحي الهجوميه. معلش هقطع كابتن اسامه، بس يا كابتن اسامه بس في دي مهمه قوي، الاجواء دي حلوه قوي، لطيفه جدا، ظريفه جدا، يعني جمهور الاهلي روح. لا ده دي شاشه الاستاد، شاشه ملعب السلام الاهلي، يعني انت بحب الاهلي اوكي، فحلوه قوي الحاجات اللي زي كده، يعني تحس ان الحياه فيها روح يا كابتن حشيش. طبعا. فيها روح وفيها حب. فيها روح يعني. في حاجات مهما كانت حلوه وجميله ولو ما فيهاش روح ما تحسش بقيمتها وما تحسش بمتعتها. كره القدم من غير جمهور تسعه يا اهلي، ومحاسن الصدف ان النهارده كمان المباراه الساعه 9 فان شاء الله الرحمن تكون باذن الله فل حلو، لكن الاجواء دي وحشتنا. ارجوكوا خلي الامر ده يبقى بدايه حلوه، خلي الموضوع النهارده يبقى دايما بدايه عشان خطوه لاستاد القاهره، ارجوكوا ان شاء الله الرحمن، يعني النهارده له ترتيبات وله تبعيات ان شاء الله الرحمن على اثارها باذن الله يكون استاد القاهره هو اللي هيشهد المباراه اللي جايه ان شاء الله الرحمن في قبل النهائي. اتفضل يا كابتن اسامه. احنا من المباراه الاولى يا كابتن سيد بالنسبه لحته الجمهور، يعني احنا بنقولنا جمهور النادي الاهلي هيكون متواجد من غير ما حتى من يعني نقول للجمهور الاهلي لازم تحضر او نقول رساله لجمهور الاهلي، احنا عارفين يعني دايما دور جمهور النادي الاهلي دايما ورا فرقته في كل وقت من غير ما نقول له اي رساله. فالنهارده ان شاء الله هنشوف استاد السلام موجود برضو الجمهور بعدد كبير، عندنا النهارده ميزه برضو ملعب السلام من الملاعب الحلوه اللي النادي الاهلي بيلعب عليها، وبيقدر ارضيه الملعب نفسها تديك حريه في اللعب عكس المباراه، عكس ملعب المباراه في الاولى
كان الملعب يعني تقيل شويه والطينه عشان نتيجه الامطار، فكان عائق شويه بالنسبه لعيبه الاهلي. حتى ظهرت في الفرص اللي ظهرت، كان في وليد ازارو ليه فرص بيحاول يزق الكره ويدوس عليها ويروح، تلاقيه ممكن يتعطل نتيجه الارض. لكن النهارده ان شاء الله يعني الملعب وجود الجمهور تبقى عوامل ان شاء الله محفزه للعيبه النادي الاهلي. لو اتكلمنا النهارده عن حريه كوناكري الغيني، ان يكون في مجموعه زي الوداد المغربي، في مجموعه زي فيها سان داونز وفيها الحريه الغيني، اي التوقعات كلها هتقول سان داونز والوداد، ده طبيعي. لكن النهارده ان هو يدخل يبقى افضل تواني في المجموعات كلها، فلا لا، النهارده حريه فرقه تحترم، فرقه منظمه، فرقه كويسه، تاريخها مش كبير في افريقيا، لكن عندهم عناصر جيده، عندهم المركز اللي تحت المهاجم، عندهم فيها لاعيبه مميزه زي مانديلا وزي داوده كاماره، عندهم حارس مرمى مميز، حارس مرمى السنغال في كاس العالم، عنده خبرات كبيره. فالنهارده يعني لا، النهارده في فرقه حريه النهارده يعني النادي الاهلي ان شاء الله يعني يحترمها ويديها قدرها في الملعب، ويقدر من بدايه المباراه، البدايه مهمه جدا النهارده، لازم البدايه يبقى فيها ضغط من وليد ازارو، فيها ضغط من وليد سليمان، سلاب محارب، احمد حمود، لازم بدايه المباراه اضغط من الاول، ان هو خط اضعف خط عندهم هو خط الدفاع، وخاصه الباك ليفت. الباك ليفت بيبقى عنده شوارع وعنده كوارث في ظهره، ممكن يستغلها النهارده ان شاء الله وليد سليمان، احمد حمودي اللي احنا محتاجين من احمد حمودي النهارده، يعني محتاجين منه مجهود كبير النهارده. صحيح. يعني النهارده لا، وانتاج لا، وكمان انتاج. يعني كالتيرون النهارده بيدوله فرصه ممكن المره الخامسه في مباراه دوري، في مباراه افريقيا، ان هو واثق فيه، شايف فيه حاجه كويسه، لازم النهارده استغل. والانتاج زي ما بتقول طبعا مهم جدا، لازم يبقى عندي انتاج كبير النهارده. صحيح. والفرص برضه زي ما الكابتن حشيش قال، الفرص مهمه جدا خاصه في بدايه اللقاء، الفرصه مهمه جدا، استغلالها تركيز مهم جدا في بدايه الفرص، في بدايه المباراه. تبقى بخيل قوي 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 ان انت ما تفرطش في الفرص. اقول لك برضو الاحتياطي بعد ما قلنا التشكيل، خليني اقول لك الاحتياطي: شريف اكرامي، كريم ندفت، اكرم توفيق، محمد هاني، مؤمن زكريا، صلاح محسن، واحمد حمدي. يبقى الاحتياطي شريف اكرامي وكريم ندفت واكرم توفيق ومحمد هاني ومؤمن زكريا وصلاح محسن واحمد حمدي. عايز تعاقب على التشكيله يا كابتن قبل ما يعني انا طبعا في تغييره اللي هي بس الديفنس، طبعا ايمن اشرف جنب كوليبالي، ودي انا مستريح للمكان ده لان ايمن اشرف وجوده مهم في مباراه زي النهارده في القاهره، عشان معلول يقدر يتحرك براحته جدا ويبقى طاير زي ما احنا بنقول ناحية الشمال، مع التامين طبعا من عاشور لما الباكين يطلعوا. انا كنت اتخيل ان ممكن يلاعب صلاح محسن في ناحيه اليمين، ناحيه اليمين، ناحيه الباك الضعيف ده، سرعات، وكان هيعمل له قلق جامد، وخصوصا ان اعتقد ان احمد فتحي مش هياخد راحته في الناحيه الهجوميه النهارده عشان الراجل اللي اسمه مانديلا ده. طب احنا بنتناقش، احنا طرحنا الموضوع ده امبارح وكان كابتن اسامه عربي، وانا اتفق معاه في رايه. تمام. يعني ممكن صلاح محسن يبقى مفيد جدا جدا بس. لكن لو بصينا على الدكه ما فيهاش راس حربه صريح، يعني لو طلعنا مثلا يعني كان اسلام محارب مثلا، يعني او احمد حمودي هو اللي بره، ودفعنا بصلاح محسن جوه ال 11، مش هتلاقي في السبعه اللي بره اي راس حربه. لا قدر الله تحصل حاجه داخل الملعب ولا حاجه، يبقى انت ما عندكش بديل. يعني انت برضو المباراه دي انت عايز البدايه مهمه جدا مع الفرقه دي. يعني هي وجهات نظر. انا بقول ان البدايه مهمه قوي في اول ثلث ساعه، الضغط اللي على الفرقه دي، لان الفرقه دي جايه ومتحفزه وعندها امل زيها زي النادي الاهلي بالظبط، 50% 50%، بل بالعكس زي ما بقول لك انا عندها الافضليه في حاله احراز اهداف. فالفرقه دي لو انت جبت فيها هدف، احرزت فيها هدف والتاني، الفرقه دي اعتقد ان انت هتقدر تسجل سكور زي ما انت عايز. طول ما النتيجه لسه 0-0 وماشيين ايكول مع النادي الاهلي، لان هو اعتقد ان الراجل ده في دماغه برضو ان هو يوصل مع النادي الاهلي لضربات الجزاء. وضع طبيعي. وضع طبيعي. وخصوصا بعد رجوع الحارس المرمى بتاعه الكبير قوي، فيقول لك دي نقطه قوه عندي. هو حارس منتخب السنغال، خلي بالك. بالظبط كده، كاس العالم. فنقطه قوه عندي، يا ريت اوصل لها وتبقى احد اسلحتي. صحيح. فعشان كده المباراه ان شاء الله باذن الله اتمنى انها تحسم من بدري قوي، لان هتفرق قوي مع فرقه النادي الاهلي. لو بصينا لاخر ثلث ساعه في مباراه الذهاب، كان في انفرادين عن طريق القلب، ممكن دول يتعملوا في بدايه المباراه ان شاء الله، مع وجود وليد سليمان كصانع العاب بيعمل الحته دي كويس قوي لازارو، ممكن يحرز منها اهداف في البدايه تغير شكل اللقاء يعني. طيب
هل اللي شفناه في مباراه الذهاب كابتن اسامه هنشوفه في مباراه العوده من خلال المساحات او الثغرات اللي شفناها في مباراه الذهاب بحكم ان كانت المباراه في غينيا؟ هل هيتكرر الموضوع ده في استاد السلام؟ هسمع اجابه حضرتك بعد ما نشوف التقرير اللي جاي. كل الاجواء اللي موجوده في استاد السلام حاجه تفرح جدا جدا جدا. الملعب مضغوط باللون الاحمر، كل الناس اللي موجوده لابسه احمر، حاجه حلوه قوي. شكل الاستاد رائع جدا، شكل الاستاد ممتاز جدا. اللعيبه نزلت تسخن سواء كان لعيبه الاهلي او لعيبه الحريه الغيني، كل التوفيق طبعا للجهاز بقى وكل التوفيق للعيبه. لكن عايز اقول يعني ارجوكوا ان شاء الرحمن باذن الله تبقى خطوه اولى، تبقى المباراه اللي جايه ان شاء الرحمن بردود افعالكم النهارده، وانا متاكد من اللي هتعملوه، ومتاكد من المؤازره، ومتاكد من المسانده، ومتاكد من التشجيع، هتبقى خطوه ان شاء الله ان المباراه قبل النهائي اللي جايه ان شاء الله باذن الله تبقى على استاد القاهره، مش ب 10,000 بقى ولا 20 ولا 30، تبقى ب 50 ب 60,000 ان شاء الرحمن يملوا استاد القاهره ان شاء الرحمن باذن الله. يبقى يوم موفق باذن الله في كل حاجه داخل الملعب وفي المدرجات ونتيجه وكل شيء باذن الله. اتفضل يا كابتن اسامه. انت سؤال كان هل هتلاقي المساحات ولا لا؟ هل الشكل اللي لعب بيه حريه الغيني هناك هيبقى نفس الشكل اللي هيلعب بيه هنا؟ اعتقد انه هيعمل كده، وبالذات كمان انا شايف ان هو هناك ما كانش مهاجم بنسبه كبيره قوي، يعني برضو كان بيسيطر على الكوره كتير في وسط الملعب احيانا اثناء اللقاء، ولكن ما كانش عنده شراسه هجوميه. انا اتصور انه نفس الحاله هتبقى قريبه، خاصة كمان من النواحي الدفاعية. احنا وصلنا أكتر من كرة انفراد، ويمكن صلاح محسن الشوط الثاني قلنا كان هيجيب كورتين اجوان. أتصور إن هما مش تقال قوي في النواحي الدفاعية، سواء على المستوى الأفراد يمكن باستثناء الرقم 4 اللي هو المساك، حتى الظهير الأيسر اللي هو الإنجالي ده كان اتعور في بداية اللقاء واتغير وجه الباك رايت اللي هو أبو بكر كمارة، راح باك رايت ولعب 8 ديفندر اللي هو عبد الله كمارة لعب باك رايت، ونزل واحد في نص الملعب اسمه أسانتي. فهل الباك ليفت الأساسي ده هيكون جاهز أو مش جاهز، أو هيقدر يلحق باللقاء ده أو لا؟ دي كمان عاملة له مشكلة، لأنه هو جاب غير 3 4 تغييرات في الملعب لما الباك ليفت اتعور. فأنا متصور إن هما من الناحية الدفاعية مش فرقة تقيلة في النواحي الدفاعية، سواء على المستوى الفردي أو حتى كمجموعة. فانا برضو شايف انه مع الجماهير اللي انا شايفها في الملعب دي، مع الضغط من البدايه، هيحصل عندهم ثغرات كتيره، بس هي المشكله في استغلالها بقى، يعني حسن استغلال الفرص اللي هتيجي، لانه كل فرصه هتبقى مؤثره. الفرقه دي طول ما النتيجه 0-0 او 1-0 هيبقى مقلق. لكن هو لو انت، انا متخيل المساحات هتتوجد، ويعني المساحات بالذات ناحيه الظاهرين يعني سهل قوي نعملها، ولكن الفرص بقى داخل ال 18. نتمنى ان ازارو يوفق النهارده، نتمنى ان حمودي واسلام محارب ووليد يدخلوا ال 18 كتير ويحاولوا يلعبوا على زياده العدديه، تبقى موجوده يعملوا زياده عدديه، لانه كل فرصه هتبقى مهمه. فانا شايف انه مش هيبقوا مقلقين قوي من النواحي الدفاعيه، هو بس الخوف انه الموضوع يطول في عدم التهديف في المرحله في بدري، يعني بدري مش بدري، يعني في اول 5 دقائق، يعني اقصد على الاقل الشوط الاولاني، لان هم انت عارف الافارقه عندهم عيوب وعندهم ميزات. من المميزات اللي عندهم انه عندهم جرأة لما بيطلعوا في النواحي الهجومية، وعندهم عيوب انه دفاعيا مش مركزين قوي، او مش مركزين قوي، التمركز بتاعهم ما بيبقاش سليم 100%. فهو لو الوقت طول في عدم احرازك هدف، هم ممكن يبقوا خطيرين. لكن في البداية انا شايف النادي الاهلي سهل ان يوصل لهم كتير، يعني طيب. ممكن على فكره كتش. ممكن توقعات على فكره، يعني فضل. ممكن الراجل بتاعهم ده يفاجئك بحاجه تانية خالص. انا جاي لي معلومه دلوقتي ان هم هيلعب بثلاثه ارتكاز، يعني هيشوف التشكيله بتاعتهم هيلعب بثلاثه في نص الملعب مش اثنين، ثلاثه في نص الملعب. ممكن يفاجئك كمان يا اسامه، ده انت عارف الافارقه برضو ما عندهمش ثبات انفعالي. هينزل هيلاقي الملعب حلو والجو حلو وارضيه الملعب، واخد بالك ازاي؟ ممكن يهاجم من البدايه، لان هو برضو عامل في حسابه ان النادي مش هيقعد يدافع مع النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه.
صحيح. فهو ممكن يبغتك لان عارف ان ممكن لو احرز هدف في البدايه انت عارف البدايات بتبقى لسه برضو اللعيبه ما ظبطتش نفسها ممكن يغير لك مجرى الدنيا خالص يربكك ويعمل لك حسابات تانية خالص فممكن يعمل الكلام ده برضو سيد يعني صحيح يعني عندك حق. وارد طيب كابتن اسامه انا عارف ان الحته النفسيه بتبقى مهمه جدا في المباريات اللي زي كده يعني كل ما عدى الوقت هو بياخد ثقه والدنيا من عنده بتبقى مرتاح وانت كمان بيعمل لك نوع من التوتر بس متهيألي يعني بعد مشاهدتنا بقى للفرق الاوروبيه ودوري ابطال اوروبا وكاس عالم وحتى كاس الامم الافريقيه في الفترات الاخيره الموضوع ده ما بقاش به حته التوتر قوي لو انت عندك حد بيعرف يمسك كوره مفيش مشكله خالص وبيعرف يعني ينقل الكره من هنا لهنا حتى لو بقيت في الدقيقه 60 حتى لو بقيت في الدقيقه 65 70 80 90 داخل على 90 مفيش مشكله يعني انا عارف ان الحته النفسيه بيبقى لها دور انا عارف كويس قوي بس انا مش عايز برضو يحصل نوع من التوتر عندك فتلاقي فيه صربعه وفلان يقوم مش عارف الكره في تلعب طويل في بقى وتلعب مش يعني في فرق بين السرعه والتسرع والتسرع الدنيا تبقى حسابيا كده مظبوط اتفضل يا كابتن ما هو طبعا يا كابتن سيد بص لو انت بصيت على العناصر الموجوده في التشكيله هتلاقي فيه خبرات كبيره جدا في النادي الاهلي احمد فتحي لعب في تجارب اصعب من دي فعنده خبرات كبيره جدا نفس الكلام سليف كلوبالي نفس الكلام الشناوي يقدر يكلم دايما ويكلم خط الظهر اللي قدامه علي معلول منتخب تونس حسام عاشور عنده خبرات كبير جدا ولعب في بطولات افريقيا كتير نفس الكلام هنقول هشام محمد داخل السنه اللي فاتت بدا يكتسب الخبرات وما شاء الله بيظهر بشكل مميز عندنا وليد سليمان ما شاء الله من عناصر خبره في دلوقتي في موجوده في الفريق وليد ازارو فانت عندك التوليفه والخبرات اللي تقدر تتحكم في رتم المباراه الحمد لله انك عندك التشكيله دي لكن النهارده احنا برضو عايزين نشوف انا بلعب المباراه على ملعبي وسط جمهوري لازم انا اللي يبقى ليا الانياب الهجوميه لازم البدايه بتاعتي لازم تبقى قويه في الضغط في الاول لازم احسس الفرقه ان انا الملعب المباراه على ملعبي عايز اكسب فالنهارده يعني حته التمركز من اسلام محارب وليد سليمان واحمد حمودي مش مطلوبه النهارده لازم يبقى في حريه في التحرك النهارده لازم نشوف التحرك وتغيير المراكز ما بين وليد سليمان واسلام محارب لازم نشوف عمليه التغيير ما بين وليد سليمان واحمد حمودي دي مهمه جدا النهارده وليد ازارو بيعملها بشكل كويس قوي بيبدا يفضي ويتحرك في مساحات فاضيه يبدا يوسع لوليد سليمان اختراقات اسلام محارب اختراقات احمد حمودي فدي مهمه جدا النهارده نشوف عمليه التكمله الهجوميه النهارده برضو الاطراف علي معلول ما شاء الله عنده نواحي هجوميه مميزه جدا اول ما بيستلم اسلام محارب وشفنا الكلام ده في المباراه اللي كانت حريه الغيني هناك بره ملعبنا اول ما اسلام محارب كان بيستلم الكوره او ناصر ماهر كان بيستلم الكوره بنشوف علي معلول بيعمل السبرنت بيسبق قدام عشان عايز ياخد الكوره قدام في مساحه ويبدا يعمل الكروس واشتغل كروسات كتير في الناحيه دي فلازم النهارده التكمله الهجوميه مطلوبه من وليد ازارو لازم اشوف وليد سليمان يبدا يدخل ال 18 لازم اشوف احمد حمودي ما يبقاش فاتح على الخط على طول وكره ناحيه علي معلول لازم اضم يبقى انا عندي قافل ال 18 عندي واحد على الاولى واحد على البعيده واحد في النص عندي هشام محمد يعني. مكمل انتشار. مهم جدا التكمله لكن وانا بهاجم النهارده بقى الوقفه الدفاعيه مطلوبه جدا لو في الدقيقه 90 حتى لازم اكون واقف صح عندك حق سليف كلوبالي عندك حق ايمن اشرف مالكش دعوه باللي بيحصل قدام ماليش دعوه ان انت انا ليا تأمين هدف. دفاعي النهارده برضو هم عندهم عنصر السرعات لازم النهارده سليف كلوبالي ما بقاش لازق ايمن اشرف ما بقاش لازق في المهاجم بتاعي لازم اعمل المساحه والعمق لو ايمن اشرف مقرب لازم سليف كلوبالي عامل العمق يا كابتن حشيش صحيح. عشان لو اتعملت في مساحه انا اقرب ابدا اشتغل انا بالكره تاني دي مهمه جدا النهارده الوقفه الدفاعيه اثناء وانا بهاجم دي مهمه جدا حته عمليه الاستحواذ بقى في نص الملعب لازم فرقه حريه الغيني استحوذت في المباراه الاولى لكن استحواذ سلبي وفي مناطق مش مؤثره النادي الاهلي هو اللي كان للافضليه هو اللي عمل الفرص الخطره عن طريق صلاح محسن شفناه عن طريق وليد ازارو والتكمله الهجوميه لكن النهارده ان شاء الله الاستحواذ تقريب المساحات ما بين حسام عاشور وهشام محمد وليد سليمان اسلام محارب هو ده اللي هيخلينا الفرص النهارده ان شاء الله عمليه الاستحواذ في نص الملعب وطول ما انا معايا الكوره اقدر اخلق فرص ما زهقش ان انا ادور الكوره دايما الكوره في رجلي النهارده برده مهم جدا تحركات وليد ازارو واستغلال وليد ازارو في السرعات بتاعته في استلام الكوره في النواحي الهجوميه وليد ازارو ما شاء الله النهارده احنا بنتكلم عنده 6 اهداف فالنهارده لو ربنا يكرمه ويوفقه النهارده لو جاب الهدف السابع انت بتتكلم يدخل في هداف البطوله وكل المنافسين خرجوا طبعا فدي برده بتديله الافضليه لكن عندنا عنصر مهم جدا النهارده ايه بقى لو موجود ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بيه هو عنصر التوفيق احنا اتكلمنا النهارده عن تشكيل عن تحركات لكن عنصر التوفيق النهارده مهم يعني احنا شفنا امبارح
مازيمبي اول اغسطس لا انت مازيمبي عامل كل حاجه في الكوره لكن عنصر التوفيق مش موجود. فالنهارده بنقول يا رب ان شاء الله يعني جمهور الاهلي يخرج كله فرحان. بس هو موجود النهارده على فكره، كان موجود في التشكيله. موجود؟ اه موجود التوفيق. هو انا قريته بادئ بيه كابتن رومي ان شاء الله. بادئ بيه كابتن رومي. عايز اقول لكم ان التشكيله حريه خلاص نزلت، هقولها لحضراتكم بس نسمعها من كريم احمد لو هي متوفره بالنسبه له. كريم احمد يقول لنا الاجواء والتشكيله كمان. كريم كابتن سيد بجد تحيه ليك وكل مشاهدي قناتنا الكبار في الاستوديو التحليلي. عايز ابدا معاك قبل التسجيل الاجواء حماسيه ورائعه سامعين. حلو حلو الكلام ده، بس علي صوتك يا كريم. من اول دقيقه كابتن سيد بينادوا على كل اللعيبه، يمكن شايفين في التسجيل في تركيز كبير جدا وفي وقت كبير جدا. بنتمنى النهارده ان شاء الله تتحكم على فريقنا والمساند الكبيره من جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يبقى لها تسجيل في الملعب. بكلمك على تشكيل فريق الحريه، الغيني في حراسه المرمى، كتيب داي خط الظهر اليمين الشمال ابو بكر فايز، ابو بكر كمارة رقم 27، سنة السكين ماريو رقم 4 وابو بكر كمارة ايضا رقم 14، باك ليفت رقم 13 الفيني كمارة، اثنين في منتصف الملعب بافور واشانشي، عبد الله كمارة رقم 8 على الاطراف، ومحمد امادو سيفو رقم 26، مانديلا رقم 30، وبولادي سكيني الفيرود الصريح لفريق الكماره. تسجيل لحظات يا كابتن سيد، اثنين طبعا فريقين بيقوموا طبعا بعمليات الاحماء، اجواء رائعه يعني بتمنى ان احنا نشوف الاجواء دي من فتره كبيره جدا سواء في بطوله الدوري او في البطوله الافريقيه. بناكد على الجمهور النهارده جمهور رائع ومميز، كمان بنحيي وزاره التحليل اللي كانت عامله سيوله كبيره جدا للجمهور، ما كانش في اي معوقات لان الجمهور بنفسنا. هل كان في اي مضايقات بالنسبه لوزاره التحليل او التامين؟ اشهد بصراحه بالدخول، وبنتمنى ان شاء الله على نهايه الماتش باذن الله يكون جمهور النادي الاهلي هو الدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي، ونصعد باذن الله كابتن سيد الدور قبل النهايه هنا من القاهره باذن الله. شكرا كريم احمد ابو وش سمح. كل الاجواء حلوه وكل المعطيات اللي قدامنا ديت تدينا فوز ان شاء الرحمن. كل التسهيلات اللي اشار ليها، وكل الشكر طبعا لوزاره الداخليه والناس المتعاونه جدا في دخول الجماهير في استاد السلام. ان شاء الرحمن باذن الله يكون يوم موفق لكل الاهلاويه. عنصر التوفيق اللي اشار ليه كابتن اسامه حسني يكون معانا باذن الله تعالى، ودي تبقى البدايه لمباريات افريقيه داخل القاهره ومش في استاد السلام، مع طبعا مع يعني احترامنا وتقديرنا لمسؤولي استاد السلام، كلهم لهم الشكر والتقدير عندنا، لان هم يعني ادونا الملعب السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي كمان، وملعب على اعلى 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 مستوى. لكن كمان ممكن يبقى نكون في استاد القاهره ان شاء الله الرحمن في قبل النهائي. نخش او نروح لتقرير خاص بالفرقتين، وبعدين نتكلم على الطريقه اللي هيخوض بيها حريه الغيني لقائه مع الاهلي. انا بقول انها 4-3-3 من خلال التشكيل، مش 4-2-3-1. هتناقش مع كابتننا كابتن حشيش وكابتن اسامه وكابتن اسامه حسن. من خلال التشكيلة اللي قالها لنا مراسلنا كريم أحمد، لا هو بيلعب 4-3-3. نضاي اللي هو الحارس الأساسي بتاعهم وحارس كفء طبعا، وهيبقى أبو منجيل اللي هو كمارة اللي هو باك رايت، وأبو بكر كمارة ده سيردي باك، وأسوكو ده برضو سيردي باك، السيني كمارة ده الباك ليفت الطبيعي بتاعهم، وأشانتي ده في نص الملعب، وعبد الله كمارة وبافور ثلاثة ارتكاز في نص الملعب. هيلعب محمد مامادو اللي هو اللعيب لعيب النيجر اللي لعب قدامنا هنا في مباراه النيجر اللي تفوق فيها المنتخب المصري طبعا 6-0 لو تتذكروا. كان لعب على ايمن اشرف في الحته ديت، ولعب المباراه الاولى برضه في نفس المكان، هيلعب على ناحيه علي معلول. ومانديلا ده اللعيب الاساسي بتاعهم واخطر واحد فيهم، هيلعب على احمد رقم 30، وسكين اللي هو رقم الفرود الطويل ده اللي هو رقم 20. يبقى بيلعب يا كابتن حشيش 4-3-3 وزي ما انت توقعت يعني. في الحاله دي لازم هيبقى في دور اضافي ودور مهم جدا لشام ان هو يكمل في الحته الهجوميه. عشان محمد عليه دور كبير جدا جدا ان هو لازم يكمل ويملى حته نص الملعب برضه تحت الثلاثه اللي قدام. تحت وليد سليمان واسلام واحمد حمودي. لازم هشام يكمل في الحته دي. انا في راي عاشور هو كده كده بيتفرغ للتغطيه على الناحيتين الباكين، انما هشام ما يستناش جنب عاشور، لازم يكمل عشان في الناحيه الهجوميه نقدر نزود، يبقى في ضغط وفي زاده عدديه. الكلام اللي انا عايز اقوله برضو تاني في الناحيه الهجوميه عندنا، ان احنا لازم برضو ما نلتزمش بمراكز، وخصوصا وليد سليمان. انا كنت اتمنى ان وليد سليمان حته البلاي ميكر دي يعني يكمل مع هو اللي يكمل مع وليد ازارو، لان ممكن يعمل، احنا محتاجين برضو فاولات على ال 18. الفرقه دي لو قافله وبتلعب ضغط جامد وهم في عنف شويه وفي المدافعين برضو مش على المستوى العالي، فممكن تقدر تاخد منهم فاولات
ممكن تبقى سلاحك النهارده الكور الثابته من بره ال 18 زي ما بنقول على الكور الثابته على ال 18 بتاع الخصم. ناخد بالنا برضو من الكور الثابته اللي عندنا اللي من الجناب، والتغطيه دايما العكسيه من معلول واحمد فتحي مهمه جدا جدا في حاله الكرات المرتده السريعه اللي هي هتبقى في الغالب معظم اللعب بالنسبه للفريق. فاعتقد ان احنا يعني بطريقه ثلاثة دي بتدي شكل برضو ان هم ايه يعني برضو مقفلين شويه ناحيه الدفاعيه اكتر من كان بيلعبوا هناك، مقفل اكتر بثلاثة وبيعتمد برضو على السرعات. الله العالم ممكن تتحول بايه بعد برضو سير ماتش، لان برضو ظروف الماتش والسيناريوهات اللي بتحصل في المباراه بتغير حاجات كثيره قوي. فاعتقد ان احنا برضو هركز ثاني على موضوع المباغته من البدايه والضغط من البدايه على اللعيبه. انت عارف برضو الافارقه اما بتضغط عليهم من البدايه بيحصل اخطاء كثيره وممكن يحصل اخطاء دي ينتج عنها. احنا محتاجين بس هدف في البدايه ده يغير شكل الماتش ويدينا حافز اكبر ان احنا ممكن نسجل سكور اكثر يعني. كابتن اسامه، هي سياسات في الكره او في سيناريو اللقاء، ممكن واحد يقول لك لو عملت ضغط كتير قوي هعمل زحمه في مكانه وده مش من مصلحتي مثلا، يعني واحد يقول لك لا انا هعمل يعني ضغط في كل اتجاه الملعب، هربكهم هضغطهم هعمل حاجات كتير قوي، واحد يقول لك لا انا عايزهم اساسا ياخدوا حريتهم قوي وينتشروا ويطلعوا كمان عشان يبقى فيهم مساحات. انت من انصار ايه؟ ده كل مباراه بيبقى ليها شكل معين في انك انت تبدا ضاغط من البدايه ولا انت ممكن تسيب فرصه للفرقه الثانيه وامكانيات فرقتك وامكانيات الفرقه الثانيه، ففي حاجات كتيره. انا شايف مع فرقه زي دي مع استغلال الجمهور، لان اللعيبه هتبقى عندها الدافع الكبير لما تلاقي الجماهير ماليه الملعب كده، والدافع اللي جه اللي خدناه امبارح بخروج الوداد والترجي، انا مازنبي والوداد والنجم الساحلي. فانا شايف ان احنا نبدا ضاغط من البدايه، خاصه كمان خلي بالك لما بيكون عندك لعيبه بعضهم ما عندوش خبرات كبيره في وسط الجماهير دي، لو انت اديت مساحات كثيره للفرقه الثانيه انها تلعب وعشان تفتح مساحات بعدين انت تلعب عليهم، ممكن جدا الريتم يروح منهم. لكن صحيح. لو هم نزلوا بحماسهم يعني حمودي واسلام محارب والناس دي لو نزلت بحماسها في ضغط باستغلال الجماهير، ممكن الفرقه الثانيه تتلخبط ويحصل عندها ارتباك وتقدر تجيب اهداف او على الاقل تحطهم تحت ضغط من بدري. لكن لو انت سبت المساحه دي عايزه تقل قوي، يعني يمكن احنا لو في الحالات اللي كان فيها الفرقه مثلا اللي كان ابو تريكه وبركات والجيل دوت وعماد وفلافيو وكل المجموعه دي، كان ممكن طبعا اسامه كان ممكن تقول للفرقه الثانيه اديهم مساحات واصبر وهننقل براحتنا وهنعمل. فانا شايف السيناريو عندك مفاتيح لعب كثيره لا وعندهم التقل قوي انه يقدر يعني امتى يروح وامتى. لكن انا شايف ان احنا نستغل الحماس اللي ممكن الجماهير كمان هتبقى موجوده، انه لازم نضغط من البدايه على اساس ان هم كمان دفاعيا مش اقوياء قوي، رغم ان هم زي ما انت قلت النهارده حاطين واحد في وسط الملعب زياده اللي هو كان اللي هو اسانتي اللي هو رقم ثلاثه اللي هو نزل بديل للباك ليفت لما اتعور، نزل في نص الملعب. فهل بقى هو هيخلي ثمانيه اللي هو كان الثاني في نص الملعب باك رايت زي ما حطه، ولا هيلعب بالثلاثه دول؟ اعتقد ان الثلاثه هيلعبوا في وسط الملعب وهيعتمد بس على هجمات مرتده من محمد امادو اللي هو 26 ومانديلا 30 وبولاجي 20، لان هو حاطط داوودا كمارا اللي هو كان بادئ الماتش اللي فات 9 حاطه على دكه البدلاء. طيب كابتن اسامه، لما بيبقى في ثلاثه في اتجاه في نص الملعب بيدي لك مؤشر على طول، الثلاثه دول طبيعه لعبهم ايه؟ لو الثلاثه اسطمبه واحده وشكل واحد ومنظر واحد في اللعب اللي هو حته الضغط والقوه والالتحامات والاشتراكات، تعرف على طول ان المدرب ده عايز يعمل الضغط في نص ملعبه، مش عايز يعمل الضغط الامامي، عايز يعمل الضغط في نص ملعبه. يبقى الضغط لما تجي لي هنتظر انتظر 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 لحد ما يجي لي في نص الملعب، وبعدين يبقى عندي عدد اكبر زياده عدديه لان في ثلاثه وفي اربعه ورا، فانا سبعه على الاقل موجود في المساحه ديت، فاعمل الضغط بشكل كويس جدا. انت شايف تتحل الموضوع ده ازاي، وخصوصا كمان ان احنا عايزين او مطالبين ان احنا نحرز اهداف يعني؟ طبعا بالشكل اللي هو بيلعب بيه النهارده هو غير طريقه لعبه. حريه الغيني كان كل طريقه لعبه كان بيلعب زي النادي الاهلي 4 2 3 1. النهارده المباراه خارج ملعبه
فهو بيغير الطريقه ل 4 3 3 او ممكن في وقت من الاحيان هتلاقيها 4 3 2 1. اوكي. هو حب يعمل الكثافه كلها في منطقه نص الملعب. النهارده مهم جدا والنادي الاهلي لما بيفقد الكوره ما ينفعش اسيب حسام عاشور وهشام محمد لوحدهم في نص الملعب. تيجي عليهم الزياده، لازم دور النهارده اسلام محارب، دور احمد حمودي لما بفقد الكوره لازم ارجع واضم برده معاهم في نص الملعب واعمل الكثافه دي عشان يبقى عندي السيطره والاستحواذ في منطقه نص الملعب. لازم النهارده الخطوط تبقى قريبه من بعض، ما ينفعش نلاقي مساحات بعيده بين حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان، لازم تبقى الخطوط دايما متقاربه. لما حسام عاشور بيستلم الكوره يلاقي وليد سليمان ممكن يقدر يديله، يقدر يشغل فرقه ويحل له المساحات اللي في نص الملعب. لكن بالشكل اللي بيلعب بيه الحريه فهو عايز يعمل يعني توازن في نص الملعب ما بين التامين الدفاعي ودايما ما بين التوازن الهجومي. هو كل اعتماده على مانديلا، هو اللي عنده عنصر السرعه هو وامادو، هما دول الاثنين. لو النادي الاهلي النهارده قدر يوقف خطوره مانديلا، خاصه مانديلا دايما هتلاقيه عند احمد فتحي. احمد فتحي بيمتاز بالنواحي الدفاعيه وبيقف في مكانه صح، بيقدر يقفل لو جاله اثنين حتى بيقدر يشتغل معاهم في الشكل الدفاعي كويس، لكن ده هيدي حريه النهارده لاحمد حمود انه يشتغل في النواحي الهجوميه كتير كتير. عكس اسلام محارب، اسلام محارب لا محتاج انه يرجع شويه مع علي معلول، علي معلول بيهاجم يعني بكثافه فمحتاج برضه يغطي علي معلول في الناحيه دي، او حسام عاشور يرمي ناحيه علي معلول لما يطلع عشان يقفل الناحيه دي اللي ممكن يبقى فيها امادو. ما انت ممكن النهارده والنادي الاهلي بيهاجم تلاقي مانديلا راكن شويه في ظهر احمد فتحي او امادو راكن في ظهر علي معلول، فالنهارده محتاج حسام عاشور والهجمه راحت عند علي معلول لازم يميل شويه. النهارده اول ما بتقطع يبدا يشتغل في المساحه دي، خلاص حسام عاشور قافل، عدت حسام عاشور يبقى خلاص ايمن اشرف قافل عشان تقدر تقطع الكره تبدا تشتغل تاني. لكن هو عامل يعني توازن في نص الملعب. هو عنده مشكله كبيره في خط ظهره، خط ظهره عنده بطء، عنده التمركز غلط في وقت من الاوقات بتلاقي الديفنس عنده ابو بكر كماره واسوق وحامد بتلاقيهم واقفين مثلا عاملين مسارات التسلل من قدام قوي مش عاملين العمق، فالوقفه دي ممكن تدي النهارده وليد ازارو مساحات في خط ظهرهم يقدر يشتغل فيها، تقدر تدي المساحات لوليد سليمان ويشتغل فيها او احمد حمودي واسلام محارب. النهارده برضو عندهم زي ما قلنا الباك ليفت عندهم ده صغر عندهم في خط ظهرهم، لازم النهارده احمد حمودي يشتغل فيها بشكل كبير. عندنا برضو عنصر مهم جدا كان سلاحنا خلال المباريات اللي فاتت واشتغلناه بشكل كويس، الكرات الثابته اللي في صالحنا. حلو. النهارده عندنا برضو سليف كولوبالي، عندنا وليد ازارو، عندنا علي معلول بيعملها بشكل مميز جدا، فمهم جدا النهارده ان احنا نستغل الكرات الهجوميه اللي في صالحنا تبقى شكل لينا. هما برضو مميزين بنفس الكلام في الكرات الثابته، هما اشتغلوا عليها برضو في تمرين امبارح وركزوا عليها في التمرين بتاعهم اللي كان يعني كان في مدينه نصر، حاولوا يشتغلوا عليها في الكرات الثابته خاصه في الكره العرضيه والركنيه ان بتتعمل على القريبه وبيقطع اثنين دايما، واحد على الاولى وواحد في ظهره انها تتعمل على الاولى. فمحتاجين النهارده النادي الاهلي برضو وليد ازارو في الكرات الثابته عليك انه يرجع في الناحيه الدفاعيه، هو عملها بشكل كويس في المباراه اللي فاتت، حتى في مباراه الترجي رجع وانقذ هدف كان مميز. محتاج عندك اثنين كمان كويسين في ضربات الراس برضو كوليبالي وايمن اشرف. ايمن اشرف صحيح، رغم ان ايمن مش طويل قوي لكن بيعملها كويس، بيعملها كويس بيجيبها يعني. محتاجين طبعا برضو في الناحيه الدفاعيه لازم يبقى فيه ان هم يعني ده سلاح ليهم واستغلوه خلال المباريات اللي فاتت وجابوا منه اهداف، فمحتاجين ان احنا نركز برضو في الناحيه الدفاعيه في كره السله. طيب الحلول الجماعيه هي الاساس واللعب الجماعي هو الاساس، احنا بنلعب لعبه جماعيه اساسا يعني، لكن يبقى الحلول الفرديه والادوار الفرديه. كابتن حشيش، مين اللي ممكن يبقى عنده دور فردي من وجهه نظرك النهارده يغير من شكل اللقاء او يغير من رتم اللقاء او ممكن يدي الافضليه للنادي الاهلي؟ طبعا في المقام الاول وليد سليمان، طبعا هو اللي عنده الحلول وعنده بيقدر واحد ضد واحد يعدي ويروح وبيلعب بروح قتاليه كبيره جدا وليد. ده اللي انا بقوله ان هو لازم ياخد حريه الحركه مع وليد ازارو. لازم في الحته دي الفاولات اللي من بره مهمه قوي، ممكن تبقى مفتاح لعب للتكتل الدفاعي اللي يبقى موجود النهارده، لان واضح من الترتيبه بتاعه الفريق ان هم حاطين ثلاثة ارتكاز، هم مش هيحطوا طبعا ثلاثة ارتكاز مع بعض، هو حاطين اثنين وواحد وراهم كاليبرو لنص الملعب قدام السردباكين، يعني يقفل الحته بتاع القلب عند السردباكين وممكن يعمل التغطيه الجانبيه خصوصا ناحيه الباك ليفت اللي هو ثغره، فممكن هم حاطينه كده عشان
كمان يقللوا المساحات، ما بقاش في مساحات جامده. عارفين النادي الاهلي عمل اختراقات كثيره في الماتش اللي هناك، فممكن يكون الاسباب الرئيسيه الفرصتين او الثلاثه اللي جات للاهلي في الاختراق من النص، ممكن يكون هو الراجل عامل الليبرو بتاع نص الملعب ده عشان الحته دي وعشان التغطيه على الباك ليفت. طب كابتن اسامه، بحكم المطلوب من اللقاء، المطلوب في اللقاء الاول كان مختلف عن المطلوب في اللقاء الثاني. احمد فتحي كان مطلوب منه وقف مانديلا بشكل كامل طول ال 90 دقيقه، مش مطلوب منه حاجات هجوميه. النهارده الامر مختلف شويه، لا انت عايز تكملها هجوميه لاحمد فتحي مع برضه وجود مانديلا، هو ما اتغيرش. فالادوار اللي ممكن تبقى لحسام عاشور، الادوار اللي ممكن تبقى لهشام محمد، والادوار لنفس الثنائي ده ناحيه علي معلول. طبيعي انه النهارده بتلعب في ملعبك وسط جمهورك، عايز تكسب وعايز تكسب. طبعا احنا لو طلعنا 1-0 احنا كسبنا اللقاء، ولكن انت تامينا انت عايز تكسب اكتر من واحد عشان ما يحصلش اي مفاجآت في الثواني الاخيره. لكن حتى لو 1-0 احنا متاهلين يعني. فطبيعه الحال ان لازم احمد فتحي ومعلول يساندوا في الـ في الـ في الشكل الهجومي، ما يعني ما فيهاش مفر، لانه كمان انت عندك الثلاثي الهجومي اللي تحت ازارو بيجيدوا التكمله الهجوميه زي وليد، زي اسلام محارب، احمد حموده احيانا، ولكن برضو ما بيخشوش كتير قوي يعني، مش بكثافه كان عبد الله لما كان موجود او مؤمن زكريا لما بيبقى موجود. فلا بد من احمد فتحي وعلي معلول، وخاصه كمان معلول انه يخترق كتير في ال 18، ومعلول بيبقى عنده فرص انه كمان يحرز اهداف، وشفنا له ان هو لما بيخش جوه بيعرف يا اما هو بيسدد على المرمى او بيركن الكوره او بيحط الواحد تحت. فاحمد فتحي وعلي معلول لازم ليهم دور هجومي النهارده، حتى لو الاثنين اللي بيلعبوا ناحيتهم اللي هم مانديلا ومانديلا، وحتى لو هم كويسين هم لعبوا في مستويات اعلى من كده بكتير يعني. انت لما شفنا الوداد اسماعيل حداد ونجم ابو نجم اعلى من دولت، وكان برضو بيبقى ليهم ادوار هجوميه. لكن هو الاهم انه فتحي ومعلول لما بيتقدموا لابد بقى دور حسام عاشور، لابد دور هشام محمد يكون واضح امتى بامن واحد فيهم بيميل ناحيته لما بيطلع، او لو الاثنين طلعوا مع بعض في احيان كتيره يبقى عاشور وهشام محمد ياخدوا بالهم، لان انت برضو مش عايز خلل في النواحي الدفاعيه. لان لغايه لما تكسب ثلاثه. وصلنا كاس عالم يا كابتن اسامه، احنا وصلنا كاس عالم في الدقيقه 94 مظبوط، يعني وصلنا كاس عالم تمام في الدقيقه 94. انا ما عنديش مشكله ابدا 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 الجون يجي امتى، المهم ان هو يجي يعني. صح. طالما الماتش شغال جه في الدقيقه 80 جه في الدقيقه 90 المهم ان ما يدخلش فيها، ما يدخلش. أيوة يعني زي حرصك الامر صعوبه، حرصك الشديد على انك زي ما احنا بنقول نضغط من البدايه عشان نحرز هدف يغير من الشكل ويريحك، تبقى حريص برضو ان ما تدخلش فيه الجون، لان صحيح. الجون هيدخلك في حسابات تانية. كذلك الضغط برضو سيد، معلش الحته الاخيره دي، الضغط الجامد في نص الملعب من البدايه ما بيديش الفرصه للفرقه الثانيه للاستحواذ. الاستحواذ مع الفرق دي لما بتعمل استحواذ بياخدوا الثقه، فانت الخضه الاولانيه دي لازم تستغلها بالضغط الجامد بحيث ان هو ما يمسكش الكره ويبتدي واخد الثقه. الافارقه ما عندهمش الحته دي، هو لو اداس عليه من البدايه واتلخبط فك ما بيعندوش حته الرجوع ثاني. خلي بالك بافور اللي هو اللعيب ده في نص الملعب بتاعهم ده اكتر لاعب في دوري ابطال افريقيا في كل الانديه عمل على التمرير عدد تمريرات مظبوط تمام. يعني حاجه لعيب كويس جدا. بقول لك بصير جامد جدا، عدد تمريراته بقى كلها تمام 335 تمريره، 335 تمريره في عدد 7 مباريات. قد ايه اللعيب ده بصير، وقد ايه اللعيب ده لك كويس، وقد ايه بيعمل الربط ما بين الدفاع والهجوم، ودي خطوره. طيب نشوف كارترون قال ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن حشيش وكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه حسن. Écoutez, les données sont simples. On a fait un très bon match aller avec un match nul 0-0 en ne concédant zéro occasion en 94 minutes. Le موضوع بسيط. عملنا ماتش ذهاب كان كويس جدا بالنسبه لنا، و 94 دقيقه كنا متسيدين المباراه، ما فيش فرص تقريبا علينا خالص طول المباراه. Et demain, il faudra être aussi fort défensivement, contenir cette belle équipe d'Oroya et arriver à cette fois-ci concrétiser nos occasions.
وبكره برضه المفروض ان شاء الله نعمل مباراه كبيره قدام فرقه محترمه زي فرقه الحريه ونحاول قدر الامكان نترجم الفرص اللي جينا الاهداف. Ma réponse est la même que depuis mon arrivée, à savoir que j'ai la chance d'avoir un effectif avec de nombreux très bons joueurs. كابتن بجاوبها من وقت ما وصلت مصر ان الموقف ده بيتكرر عليا كتير انا بقول دايما عندي حظي كويس ان عندي تشكيل لاعبين ولاعيبه متاحه ليا لعيبه كويسه على اعلى مستوى. Après, on a énormément de joueurs qui jouent dans les sélections, on a énormément de compétitions à jouer. Donc, avoir des joueurs qui manquent, quelles que soient les raisons, ça arrive. Maintenant, j'ai tendance à dire que c'est toujours l'occasion pour moi de donner leur chance à des joueurs, à de très bons joueurs qui méritaient et qui vont, j'en suis certain, saisir leur chance. طبعا فيها هنلعب في بطولات كتيره وعندنا فود لعيبه تكون مجهزه ولعيبه بتلعب منتخب الغيابات دي بتبقى فرصه بالنسبه لي اجرب لعيبه كويسه ما كانتش خدت فرصتها انها تظهر امكانياتها ونشوفها في الملعب وان كانت بتاخد فرصتها الوضع بيختلف. با ايكوتي لا تكتيك جو جاردري بيان سور لا تكتيك فور لي جوار فور لو ديرني مومون. خطه اللعب طبعا بخليها اللعيبه في اخر وقت بقولها. On a un équilibre collectif, on arrive à changer aussi parfois de tactique pendant le match. On a à nouveau beaucoup travaillé sur notre adversaire. Avec respect et humilité, mais avec l'ambition d'emballer le match. On va jouer devant 25 000 supporters. On est vraiment très très fiers de jouer ici au Caire devant nos supporters. On sait que ça va être un match difficile, mais je compte vraiment sur nos supporters pour être le 12e homme et nous conduire vers la victoire et la qualification. Oui, absolument. J'ai la chance d'avoir d'autres très bons joueurs. On sait que quand on a des joueurs ou quelqu'un comme Ayman Ashraf qui est aujourd'hui en équipe nationale et titulaire et pas toujours avec nous, c'est ça montre bien la qualité de notre effectif. Donc, encore une fois, malgré les absences, on aura une équipe très compétitive demain et je suis très confiant sur la prestation que les joueurs vont donner. Il y a beaucoup aujourd'hui en Afrique, il y a de plus en plus de clubs qui s'organisent, qui sont structurés, qui progressent. في انديه كتير في افريقيا كل شويه بيزيد انديه يعني منظمه بشكل كويس ومستواهم بيتقدم وبيعملوا نتائج ايجابيه. La concurrence est accrue, ça devient très très difficile. المنافسه بتبقى صعبه كل شويه اكتر. Et c'est pour ça qu'on est tous très motivés à l'idée d'aller au bout dans cette compétition parce que c'est une compétition formidable mais très difficile. متحمسين ان احنا نوصل لابعد حته ممكنه في البطوله لافضل نحقق افضل مركز في البطوله لان البطوله صعبه والتاهل فيها مش بسهوله. Non, à savoir. On est engagé aujourd'hui sur plusieurs compétitions. Là, aujourd'hui, on parle de la Champions League. Quand on est entraîneur à Al Ahly, on a l'ambition de gagner, de gagner, de gagner. Et il y a trois priorités. En un, les résultats. En deux, les résultats. En trois, les résultats. Maintenant, c'est avec beaucoup d'humilité et d'ambition que je dis ça, parce que c'est très difficile. Mais on a le droit de rêver comme les autres équipes, on a le droit de se donner les moyens de nos ambitions. نسل الاهلي لا ينقطع في البطوله الافريقيه، في البطوله العربيه، في البطوله المحليه، في كاس العالم للانديه، اي بطوله خاصه بالقاره هتلاقي الاهلي موجود. تعقب على كلامه بخصوص اخر جمله. هو طبعا لا، في بدايه كلام مستر كارترون او ميسيو، هو بيتكلم بقى فرنساوي، ميسيو كارترون قال لك احترام الفريق. النادي الاهلي النهارده احنا بنحترم حريه الغيني، عامل لهم الف حساب، فده كلام طبعا يحترم من المدير الفني، واكيد ده واصل لعيبه النادي الاهلي. ثاني حاجه قال برضو اتكلم عن ترجمه الفرص للاهداف، دي مهمه جدا واهميتها النهارده بدايه اللقاء، انك انت ربنا يوفقك من الاول تقدر تخلص المباراه، جبت هدف تبدا تدور على الهدف الثاني. حاجه ثانيه قال ان احنا النهارده بنشترك في بطولات كتير، فدايما لغه النادي الاهلي هي المكسب. فهو يعني كمدير فني لسه بقى له شهرين مع النادي الاهلي، عارف اهميه دايما المكسب في كل مباراه في كل بطوله للنادي الاهلي. فدي الرساله المهمه اللي قالها يعني
مستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي. طيب كنا طلبنا من الناس، ده موجود في الاستاد على طول يا كابتن اسامه دلوقتي، كان صور ربي كابتن حشيش كابتن اسامه حسن قدام الملعب، احنا طلبنا من الناس تفاعلوا معانا، يعني الصور بتاعتكم حياتكم، يعني حياتكم اليوميه في بيتك في الشارع في الغيط في النادي، وطلبنا من الناس اللي موجوده في الاستاد والناس كمان اللي هي يعني بتتابعنا تقول لاصحابها اللي موجوده في الاستاد يعني صور نفسك وابعت لنا الكور. الصور دي طبيعيه على فكره موجوده من الاستاد، تدريب او الاحماء لحراس المرمى، وده شكل الاستاد، ده طبعا جماهير حريه الغيني بكثافه برضه عندهم جاليات شويه برضه كبيره يعني. طيب كابتن اسامه حسني لفت انتباهنا لحاجه في منتهى الاهميه في الماتشات اللي زي دي بالذات، الوقفه التمركز وشكل التمركز مهم جدا جدا جدا، ان انت تبقى متمركز صح وشكلك في التمركز صح، ممكن تبقى واقف وقفه مظبوطه لكن او اسف في مكان مظبوط لكن شكل التمركز بتاعك غلط، واقف كده مثلا، انت واقف في المكان المظبوط بس واقف كده مثلا والكره في الناحيه الثانيه، فعشان تعدل نفسك وتبدا تاخد خطواتك الامر بيكون عدى وفات يعني. لفت انتباهنا ان الضغط من عالي لو انت مكمل بهجمتك ولا حاجه وانت واقف عالي ولا سردباكين، في واحد يبقى مايل سنه كده، واحد مع الراس حربه والتاني مايل سنه جدا طبعا. مهما كانت النتيجه ومهما كانت التوقيت او مهما كان الزمن، ما هي الايه انعكست بقى، احنا النهارده كان النادي الاهلي هو اللي عنده تامين دفاعي اكبر هناك في غينيا، ظهرت المساحات في خط ظهرهم وهو اضعف خط عندهم خط ظهرهم، فبدات المساحات اللي اشتغل فيها وليد سليمان واسلام محارب وكان وليد ازار، فكان الافضليه للنادي الاهلي والفرص ظهر. النهارده بقى لو اتكلمنا الايه اتعكست بقى، النادي الاهلي النهارده هو اللي هينزل ضاغط وهم عندهم العناصر المميزه، فلازم النهارده انا لازم الوقفه بتاعتي مهمه جدا. علي معلول زي ما قلت لك يا كابتن سيد هو بيمتاز بالناحيه الهجوميه وهي غالبه في لعبه، انه دايما عايز يطير عشان يعمل الاوفر بتاعه او يشتغل مع راس حرب، لازم يكون وقفه احمد فتحي صحيحه 100%، لازم وقفه سليف كولوبالي، لازم وقفه ايمن اشرف، زائد حسام عاشور لازم يبقى هو الستاره اللي بيغطي الكلام ده كله. ونفس الكلام العكس لو احمد فتحي يبقى علي معلول مأخر نفسه شويه. طب لو اتكلمنا لو قلنا علي معلول واحمد فتحي زي ما كابتن اسامه عرب بيقول هما الاثنين في هجمه، الاثنين طلعوا، يبقى لازم النهارده دور حسام عاشور، ايمن اشرف، ودور سليف كولوبالي، فهي بالتوازي كده لازم الوقفه مهمه جدا ورا. هما برده عندهم السرعات، فانا السرعات النهارده ما ينفعش انا وانا مساكه كابتن حشيش اكون لازق في ظهر المهاجم، لازم اكون عامل المساحه اللي بيني وبينه على الاقل النص متر دي. لو انا ماسك سليف كولوبالي لازم ايمن اشرف يبقى عامل العمق، يبقى احنا بنتكلم 2-1 يبقى كده الوقفه صح. اما النهارده لو ايمن اشرف وسليف كولوبالي واقفين على خط واحد والراجل ما بينهم، لو اعتمدوا على الكره الطويله خلاص هو ليه الافضليه، فلازم النهارده ايمن اشرف وسليف كولوبالي لازم يبقوا مصحصحين جدا. لازم الشناوي طبعا يبقى قاري اللعب دايما، عايش اللعب ما يبقاش بعيد، دايما قاري، لو الكره النهارده اتعملت في الظهر هو اقرب خلاص بطلع وبطلع بسرعه. لازم النهارده الوقفه الدفاعيه صح، واحنا ان شاء الله النادي الاهلي يعني ما نحتاجش بقى الوقفه الدفاعيه ولا الكلام الدفاعي، احنا على ملعبنا ان شاء الله نقدر نعزل الموقف من الاول ونخلص المباراه بدري نخلص ان شاء الله. رحمن اتفضل يا كابتن. في حاجه مهمه برضه هتكلم عليها اخيرا، يعني حته القياده في الملعب. تمام. احنا عندنا ثلاث خطوط في الملعب، الحمد لله ان الثلاث خطوط فيهم ثلاثه من اقدم الناس في الفرق والخبرات، عندنا وليد سليمان، عندنا عاشور، عندنا احمد فتحي. فتحي صحيح. فالكلام الكتير مهم مع بعض في الملعب، تهدئه اللعيبه اللي ممكن تنفعل شويه مع الضغط الجماهيري مع احداث المباراه، امتى يبقى في ثبات عند الناس، امتى نضغط مع بعض كلنا، لان انت عارف الضغط لازم بيبقى جماعي، ما ينفعش ضغط فردي، لو اتعمل ضغط فردي في اي حته في الملعب ملوش اي لازمه، لازم ضغط جماعي. فحته القياده دي مهمه. اللي مطمني برضو خط الظهر كله خبرات برضو، يعني سواء معلول او كوليبالي او ايمن اشرف او فتحي، الاربعه خبرات كبيره. بنتكلم برضو على النقطه اللي انت بتقولها برضو سيد، حته الوقفه بالنسبه للديفنس، الكرات اللي هي من الاجناب لازم برضو يبقى شايف الناس اللي جايه من بعيد، بص للكوره، بص للمهاجم، الحاجات دي كلها اعتقد دي حاجات يعني مبادئ اساسيه. الناس بتوعنا اكبر من الكلام ده وعندهم خبرات الكافيه اللي تقدر تعمل الكلام ده. ان شاء الله بركز برضو ان شاء الله ما يبقاش فيه على النادي الاهلي اهداف عشان ما تغيرش سير المباراه. كويس. شكل الوقفه مهم، التمركز كويس لكن شكل الوقفه مهم، وده كمان في الكرات الثابته تحديدا، ممكن تبقى واقف مظبوط وكل حاجه لكن مدي وشك كده، يعني مدي وشك كده صعب التحرك يا كابتن اسامه. صحيح. خلينا نشوف الراجل المدير الفني لحريه الغيني قال ايه بعد ما سمعنا كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، ونرجع نكمل كلامنا.
اي بونسوار ا توس. جينا لمصر يعني من يوم الثلاثاء لتحضير قبل المباراه. يعني جينا لمصر يعني باش نحاولوا نترشحوا كوم لادفيرسير دونك نو ما فيش مانيش مفاجات كبيره في في الفريق نتاعي. عندي كان يعني لاعب هو اللي كان يعني المفروض في مش لاعب يعني غدا معنا لاعب اخر كان يعني مغروب يعني باش يكون حاضر ان شاء الله غدوه في الحاله نتاع 18 لاعب. هذه اول مره يعني ملي لعبنا في دوري الابطال نلعبوا على الساعه 9 ليلا. يعني يقول لك يعني الساعه 9 هو مخر شويه يعني كيف بعد التمارين فما العشاء فما يعني نجم اللعيبه ما يمشوا للبيوت نتاعهم كان الساعه 1 من الليل. يعني حبينا نوفر الظروف الملائمه للاعبين. احنا يعني نعرفوا النادي الاهلي يتمرن على الساعه 6 احنا كيف يعني خيرنا نقعدوا في النادي الاهلي وتسترين على عملنا تمرين على الساعه 6 و باش نبعدوا على المشي والجاي ونبعدوا على الاتعاب من مش اتعاب اللاعبين. سي سور كو لو 0-0 نو يا ان بو ديسيبسيون باسكو بون جو بونس كون ميريتي بوتيت ميو. انا يعني نجيت نتيجه 0-0 يعني كانت يعني سيئه يعني نحن كنا نجموا نعملوا خير كانت يعني مفاجاه. احنا جينا هوني لمصر باش نحاول نسجلوا اهداف نسجلوا على الاقل هدف وحتى يعني نتيجه 0-0 تكون يعني مش حاجه خايبه. دونك ربما يعني تعطيك شويه فئه للاعبين ما حقيقه الميدان هي حاجه اخرى واحنا نحاولوا باش في الميدان ما حدش لاعب فتح حدش لاعب ونحاولوا باش نكونوا على احسن وجه ان شاء الله. هي فرضيه امكانيه تربى هناك الناس كلها تحكي على اهدافهم هي فرضيه امكانيه نجم نشوف عقبك يا كابتن زياد تفضل كلمة بيقولوا احنا عاملين حساب النادي الاهلي وان شاء الله هو سيسك بقول لك هو سيسك من الفوز كان منطقي جدا النادي الاهلي كان منطقي جدا التصريح واحسن نادي في افريقيا واخدين حذرنا. لا لا شفت الكلام كمان ختم بيه كابتن سامي خلاص اللعيبه في الملعب مين نجم اللقاء من وجهه نظرك او تتوقع مين يكون نجم اللقاء النهارده؟ ازارو كابتن سامي الفريق كله ان شاء الله نتمنى الناس يعني تبقى موفقه كلها وحتى الناس اللي قاعده بره عندنا ما شاء الله دكه كويسه برضو تقدر تنزل تغير المجريات اللعب في اي وقت. مين؟ مين؟ لازم الفريق كله الفريق كله كابتن حشيش ان شاء الله. بتوقع دايما اللي بيبقى له بصمه في المباريات الكبيره دي وليد سليمان. طيب اخيرا يعني دكه البدلاء انا عارف ان احنا يعني على حسب مجريات اللقاء عايز تدافع او عايز تهاجم على حسب النتيجه لكن ممكن تتوقع مين كمان ممكن يبقى له دور النهارده في دكه البدلاء؟ صلاح محسن صلاح محسن رقم واحد في مؤمن زكريا وفي احمد حمدي طبعا في اكرم توفيق يبقى ليه دور لان انا اعتقد انا قلت ليه ازارو انا من وجهه نظري انا عندي احساس ان ازارو ممكن النهارده يسجل اكتر من هدف شرح وغالبا اللي بيسجل اكتر من هدف بيبقى نجم المباراه وبقول اكرم توفيق لان برده لما هنجيب اجوان ممكن اكرم توفيق يبقى ليه دور أوكي. بس صلاح محسن طبعا هيبقى ليه دور ان شاء الله عايز يعني. حد من دكه البدلاء لا هو صلاح محسن ومؤمن زكريا في نواحي الهجوميه لما بتحب تامن في نواحي الدفاعيه عندك اكرم توفيق وعندك محمد هاني كتحشيش على حسب سر طبعا المباراه والنتيجه بتفرض نفسها طبعا هو ده الاساس التغييرات بس طبعا يعني من البدايه طبعا صلاح محسن ممكن يكون له اول اشتراك يعني ان شاء الله الرحمن تبقى سهره اهلاويه باذن الله بعد اللقاء ما تروحوش في اي مكان ثاني ولا اي قناه ثانيه هي قناه الاهلي وملعب الاهلي نحتفل بيكم ان شاء الله الرحمن بصعود الاهلي للمره ال 15 دول قبل النهائي بعد اللقاء هنطلع معاكم على طول مع سيد عبد الحفيظ ومحمد حشيش واسامه عرابي واسامه حسني